عديت ايامي درت البلدان كل مخمور نشوف في خيالك في منامي شوف في ثياب عليك تغور نسات اللي احنا ليك مالي من دمعاتك بنا وقصور ونسى صباح النور صباح الورد اهلا وسهلا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين وين ما كنتوا داخل وخارج حدود الوطن في موعد جديد من اهلا تونس. هذه اول مصافحه لي معكم ان شاء الله باش تكون تباعا انا وزميلتي يسر الصحراوي. ان شاء الله نهاركم مبروك وسعيد كالعاده مواكبه لجل الاحداث اللي صايره في تونس وخارج تونس وخاصه المواطنين بالخارج اللي تابعوا فينا من خلال القناه الوطنيه الاولى. اليوم باش تكون حلقه خاصه وخاصه جدا باننا نحتفلوا هو الذكرى 58 لسقيط احداث سقيط سيدي يوسف. شكون ربط مباشر مع زميلنا وديع برحومه من سقيط سيدي يوسف. كذلك فقرات متعدده كيف كيف باش نحكيو على ذكرى اغتيال الشهيد شكري بالعيد. كذلك فقره الصناعات التقليديه الاتب الاستثمارات الاجنبيه وتظاهره رياضيه صارت مؤخرا هالاربعاء اللي فات تظاهره هامه جدا حفل القفاز الذهبي وين لم نخبه كبيره من الرياضيين الاعلاميين ممثلين برشا كانوا حاضرين وجوه لامعه من تونس وخارج تونس من بلدان مختلفه كانوا حاضرين في تونس في تظاهره هامه جدا. كذلك باش نحكيوا على جمعيه احباء الملعب الجيبسي بالخارج والكادو الحلو اللي باش يقدموه لجمعيه كيف كيف الملعب الجيبسي بتونس. اذا مرحبا بكم الناس الكل من خلال برنامجنا وشاره الانطلاق كما قلت باش يكون حديثنا الاول على ذكرى 58 لاحداث سقيط سيدي يوسف وين امتزج دماء الشهداء التونسيين والجزائريين في تونس في سقيط سيدي يوسف. كانت مجزرة خايبة برشا، هي كانت أحداث متتالية للاستعمار الفرنسي لكن كانت الحادثة هذه هي اللي كانها وقع كبير وين ندد المجتمع الدولي كل جو ضد هذا العمل الإرهابي الكبير برشا. لكن الأحداث كانت متتالية وحكينا برشا ومزلنا باش نحكي على أحداث سقيط سيدي يوسف. أكثر تفاصيل مع زميلنا وديع برحومة حاضر على عين المكان. صباح النور وديع. بي نواصلوا كيف دا وديع حاضر يرجعوا لي كيف كيف كما قلت باش نحكي واليوم زاد على ذكرى وفاه واغتيال الشهيد شكري بالعيد 3 سنين. لكن شنو اللي صار شنو الاحداث ما نعرفوش كيف كيف وديع كان لقاء مع الشهيد شكري بالعيد. نمشيو الفتيير هذه الخاص بشكل بعيد ثم نواصل تفضلوا. اذا بعيدا عن السياسه ماذا بامكان الجمهور الواسع ان يعرف عن الاستاذ شكري بالعيد ولعل البدايه بالتنشئه كالعاده. والله شنو انا انشات في عائله في جبل جلود حي شعبي من حي تونس العاصمه حي عمالي حي فقير حي باهي حي فيه برشا دفء انساني. قريت فيه تربيت فيه قريت في الكتاب وقريت الفلقة وحفظت القرآن قريت في المدرسة الابتدائية اللي طولت ليسي لعبت في البطحة الكورة اللي طولت مرشي ما عاش ثم بتاحي قبل كنا نلعب في البتاحي عشت كنا في سبات في العام ولعبنا بالكورة كانت وقرينا بكراسة وكتاب في العام وشدينا الصف وقرينا الكسكروتات في المدرسة. مدى تأثير المناخ الأسري على تكوينك وعلى اختياراتك؟ طبعا يأثر واحد الإنسان ولد جيله ولد مرحلته ولد تاريخ ولد ناس ولد عائلته ولد المحيط اللي تربى فيه كان عنده تأثير على خياراتي. يعني أنا في عائلة عمالية في عائلة نقابية في عائلة عندها انحياز للشعب فكانت أفكاري ومعتقداتي السياسية قريبة للمنهج هذا. كنت دائما منحاز للوسط الشعبي العمالي للكادحين. تعليمي الابتدائي في جبل جلود تعليمي الثانوي في معهد الوردية وتسيست وانا تلميذ صغير عملنا المظاهرات الاولى والحركه التلميذيه وقاع ايقافي وانا تلميذ. اثر فيا انا عملت مات تكنيك ونجحت في الباك بتاعي مشيت لكليه العلوم انا مشي حقوق في الاصل. وفي مرحلتي الطلابيه معروفه تحملت مسؤوليات سياسيه ونقابيه واضحه ومعروفه خضت نضال اللي هي
أنا كنت مع عضو مكتب تنفيذي الاتحاد العام لطلبة تونس في المؤتمر 18. خارق العادة، أيضا كنت الناطق الرسمي باسم الوطنيين الديمقراطيين بالجامعة، وأول من تكلم باسمهم نهار 5 ديسمبر 84. هاي قلت نضالات، ضربات، مواجهات، مظاهرات في الشارع، أولاد جيلي يعرفوني في الجامعة التونسية كل في الكوبوس، في صفاقس، في جابس، في زرت كل الأجزاء الجامعية وكل عقد فيها شي معاك. متفرغ للمسألة دي كنت؟ يعني تقريبا وقت اللي كنت في الجامعة كنت متفرغ العمل السياسي. وشو اللي خليك تهاجر بغداد للدراسة أساسا؟ والله في الأول ما كانش الدراسة، في الأول كان وضعي الأمني خايب لهنا، أنا بطال مطرد من القراية، صارت هكا المواجهات، تحركات، كنت نوزع في البيانات، كنت نتكلم باسم الوطنيين الديمقراطيين. في الأثناء فما شكون في المسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل في المكتب التنفيذي ساعات اتصل بي وقال لي راه وضعك خايف أمنيا وما عادش نجم نحموك، ونحن عام 90 وقعتل في قضية تحرق مركز أمن في الجامعة نصبت لي وما صدق ربي منعنا منها. فجات فكرة أني فما مؤتمر متاع اتحاد عمال العراق، فأخذت فيزا ومشيت على أساس أني صحافي في جريدة الشعب. في بالي باش نبدل الجو أيامات حتى يستقر الوضع نشوف واش نجم نعمل في نمشي. عجبني الوضع غاديك، بقيت كملت وليت قريت وليت عملت كلية حقوق، قريت 4 سنوات نجحت فيها بتفوق. بعد رجعت لهنا بقيت 3 سنين ممنوع من أني نخدم وإلا نعمل تروازيام سيكل متاعي، فمشيت لفرنسا عملت الديوان متاعي ورجعت محامي في تونس. أولا أنا مشيت غاديك ما يعرفوني أنا عملت أول مظاهرة في تونس دفاع ضد العدوان على العراق نهار 6 أوت في عام 90. اثنين كنت من مؤسسي اللجنة الوطنية لصد العدوان على العراق، بالنسبة لهم لست هناك يراه، كنت نكتب بيانات نصوص، كتب في الجرائد، قلت المظاهرات، عملت مئات الندوات والاجتماعات في كامل البلاد، فبالنسبة لهم يعرفوني، يعرفوا انتمائي، يعرفوا مواقفي الفكرية. اثنين كان معي الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابين ساندوني الحقيقة ودخلوا لصالحي باش رسم. ثم أنا كنت غادي كنعرف صلاح مختار اللي هو رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وكنت نكتب معه في جريدة الجمهورية والمقالات موجودة وفي مجال الشؤون السياسية والدراسات موجودة، وكنت نكتب بوجهة نظر متاعي اليسارية المعروفة يعني، وكنت أستشهد بما أستشهد به، لم يقع إقلاقي شوية بعض التوانسة سمحهم الله. إنسانيا ماذا بقي من العراق؟ بقات طيبة أهل العراق وشعب العراق، بقات شعب معطاء وشعبنا وجزء عزيز علينا من أمتنا، بلاد مليانة بدفء إنساني وحرارة إنسانية، بلاد كانت فيها زخم باهي، بلاد الشعر، بلاد الكلمة، بلاد الإبداع، ذاكرة كاملة. العراق بلد دفء ومحبة وبلاد متاع عطاء، واللي وقع فيه يعني عارفش معناتها العراق. العراق هو اللحظة الصفر في تاريخ الإنسانية، دمرته أحدث دولة ظهرت على مشهد التاريخ الإنساني. العراق ماشي بعد، العراق هي الأمة وأكبر من أي حزب وأكبر من أي منظومة فكرية. نوصل للمرأة في حياتك وخاصة علاقتك بزوجتك اللي تتقاسم معها حتى طبيعة شغلك، أعتقد علاقتك بأسرتك الصغيرة من خلال علاقتك بمرتك وابنتك. علاقتي جيدة بمرتي، أنا يعني ومرتي قصة حب كبيرة بيناتنا، قصة حب، ومرتي عنيدة وعندها شخصيتها، يعني ليست مرأة سهلة، فبرشا حب وبرشا تمايز في الشخصيات، في خياراتنا، في السياسية الفكرية، في نضالنا. نحن نخدم زوج محامين في نفس المجال، في نفس المكتب، الآن ولينا في نفس المكتب، قبل كان كل واحد وحده، عندنا مدة ظريفة بكل من انتقلنا مع بعضنا. مرتي برشا 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 حكاية 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 طويلة، برشا حب، وما هيش علاقة تقليدية وعادية، عرفنا بعضنا وحبينا بعضنا وحلمنا مع بعضنا واختلفنا مع بعضنا وبقينا نحبوا بعضنا باش نبقوا نختلفوا ونحبوا بعضنا. جبنا صغار، صغارنا متنوا الحالة بيناتنا عمقوها، جبنا زوج بنيات اللي كنت نحلم به تكور، ما نجمش نقول لك اكثر. مدى ديمقراطيتك داخل البيت؟ والله ما نجمش نقيمها. برشا شخصيات، برشا شخصيات يكون يعني يتشدق بالديمقراطية خارج البيت، لكنه في البيت يكون يعني ديكتاتور على طريقة مش بن علي، على طريقة دكاترة بتاع. والله ايش باش نقول لك، المسألة هذه يقيموها الآخرين، ما نجمش نقيمها. اللي نعرفه أنا أصحابي رفاقي أصدقائي صديقاتي يعرفوني، يعرفوا داري، يعرفوا علاقتي بزوجتي، يعرفوا علاقتي بابنائي،
شو نقول لك ديمقراطي، مسألة مش مزايدة، نحن نتناقش ونتحاور. مرتي بشخصيتها بين قوسين لا تقبل أن يكون لها زوج ديكتاتور. امرأة قيادية كانت في اللي فهم ديمقراطي. كما ليلى بن علي؟ ما تنجمش تكون. ما تنجمش لأني مرتي زادة بنت شعب من وسط كادح، متعلمة، متسيسة، عندها قيم وعندها مبادئ وعندها رؤية. شخصيتها، تربيتها، نضالها، قيمها، مبادئها ما تنجمش تربط مع النماذج هذيك. نماذج بتاع استبداد وقهر وظلم وعدوان ونهب ولصوصية. نحن شبعانين في مخاخ وشبعان في مخ وما تخافش عليه. ما نبع ثقافتك شنو قد يكون الكتب اللي أثرت في 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 ثقافتك وعندها صدى حتى على نوعية القراءات متاعك إلى الآن؟ نوعية شنو قراءتي أنا يساري، أنا المتن عندي يعني شو أقول لك، أنا قارئ جيد. المتن العربي، المتن الموروث مع الإسلامي قارئ جيد ليه، ثم ثقافتي فهمتي ولا اليسارية، أنا قارئ تقريبا كل الكتابات التي ترجمت بالفرنسية أو بالعربية، الماركس، الإنجليز، لينين، ستالين، كروتسكي، لوكاتش، لغرامشي، روزا لوكسمبورغ، كاركوش. بالنسبة للكتابات الفكرية هنالك خليط متنوع، ثم التقليدي الكلاسيكي لداخل منظومة الفكرية كما مهدي عامل، وكنت أوصف وأقرن به في الجامعة التونسية قبل، مهدي عامل، حسين مروة، طيب تزيني، برهان الدين دلو، علي الوردي بالنسبة للعراق كعالم اجتماع متميز، عبد الله العروي في المغرب. يعني قائمة طويلة على كل طويلة حال. طويلة. يعني عانقت أنت كما ذكرت في بداية الحديث، عانقت الحرف والقلم من خلال القرآن الكريم. مدى تأثير القرآن على طبيعة تكوينك، على شخصيتك، على الرغم من كونك يعني يساري المنهج ولا السلوك؟ إيش بيه؟ شو مدخل يساري المنهج والسلوك في القرآن؟ القرآن كما يقول مظفر النواب في وترية ليلية، ترنم بلغة القرآن فروحي عربية. اللي ما لسانه ما هذبوش القرآن لا يهذب، والقرآن ذاكرتنا أيضا، كتابنا الأكبر ولحظة مؤسسة في تاريخ ثقافتنا العربية الإسلامية. القرآن ما هوش نص مقدس فقط، بل أكثر من ذلك بكثير. لذلك وأنا تربيت عليه، ونحن كانوا الأصل أصل أصل العائلة الضيقة متاع والدي يسموها الحجاج، كانوا يحجوا كلهم يحفظوا القرآن، ووادي حافظ من الحفظة، وأنا حفظته وكريت الفلق عليه وأنا صغير قبل ما ادخل القراية. هذا نحكي لك 4 سنين و5 سنين. فتربينا وروات وظلنا منه وتمشبعت به. وفي تقديري وأنا بين قوسين حفظ بنتي، بنتي نسبة لعمرها حافظة، ما تصورش انه ثم عدد برشا من اطفال تونس في سنها حافظين قرآن اكثر منها. نوعية استماعاتك مشاهداتك؟ شوف مشاهداتي موضوع اخر، السينما علاقتي بها انقطعت من زمان، بالمعنى القديم اللي كنا شايفين به نوادي السينما اللي هي كانت اكبر مدرسة في تونس. نعم. وخلقت جيل كامل. اما المسرح ضاقت، كنت نتابع وكنت صغير تلميذ وطالب، واسبوع المسرح قبل ما يولي عاد مهرجان، وقت اللي كان اسبوع المسرح ونشطوا احمد حاذق العرف والروح على ساقينا، لان الكيران توفى وقتها فهمتي، في ابن رشيق في الدهليز وفي ابن خلدون. ما تبعتش، اصبحت الان انتقي بعض الموسيقى، موسيقى تقليدي يعني تقليدي، نحب فهمتي ولا ام كلثوم برشا، نحب شهرزاد كثيرا تقليدي شويه، فيروز مش برشا برشا، برا الفرنسيس شويه، برال شويه، بيير باشلي فهمتي، شويه جورج موساكي، هذيك هي يعني نتاع جينيراسيون تاعي اللي تسيست وهي صغيره نسبيا. هذا هو شهيد شكري بالعيد، وهذه لمسة وفاء روحه الله يرحمه وينعمه، وإن شاء الله يجي نهار وتظهر الحقيقة وتوثق كيما تم توثيق أحداث سقيط سيدي يوسف بكل ما فيها من أدق التفاصيل. أحداث سقيط سيدي يوسف اللي سنة التظاهرة انطلقت من 2 حتى 8 فيفري، برشا فعاليات طيلة أسبوع كامل للذكرى 58 لأحداث سقيط سيدي يوسف، وأكثر تفاصيل باش يكونوا مع ضيوفنا باش نرحب بهم قبل ما نمشي الوادي.
السعوديه. معنا كالعاده فيصل الشريف. صباح النور فيصل. اهلا وسهلا ومرحبا بك. كيف كيف معنا سي الهادي جلاب مدير عام الارشيف الوطني. صباح النور سي الهادي. اهلا وسهلا نورتنا. نمشيو مع وديع اذا حاضر في سقيت يوسف ثم نواصلوا. كلمه ليك وديع. شكرا لك ألفا. إذا نقطة خارجية انطلاقا من مدينة سقيط سيدي يوسف، أين امتزجت الدماء التونسية بالدماء الجزائرية. وسعيد سعيد هذا صباح باستضافة السيد الوالي كيف اللي باش يحطنا في الإطار. مرحبا بك سيد الوالي. عايش مرحبا. إذا مدينة سقيط سيدي يوسف وجهة الكاف كلها تعيش على واقع الحدث وهو موعد سنوي الحقيقة. هل تاخذوا فكرة على طبيعة هذا الحدث اللي كما قلت يجسد طبيعة العلاقات التونسية الجزائرية؟ بالفعل هو اليوم احتفال رسمي باعتبار انه حوادث سقيط سيدي يوسف هو حدث هام يتكرر كل سنه باعتبار الرمزيه نتاعو امتزاج دماء شهداء كل من شهداء الجزائر والتونسيين. نعم. بطبيعه الحال نحن الاحتفال من 31 جانفي الى 8 فيفري. رمزيه الاحتفال كذلك عندها ابعاد علائقيه بين شقيق الجزائر وتونس. وفي كل الحالات نحن عندنا ان شاء الله ديما نظره على اساس انه تمتين العلاقات تكون على اساس بطبيعة اقتصادي استثماري وبالأساس ثقافي كما تلاحظوا اليوم. نعم. عندنا إن شاء الله نشاط ثقافي باعتبار وجود اتحاد الكتاب الجزائريين والتونسيين في نشاط اليوم طيلة اليوم إن شاء الله. نعم. الوضع التنموي في الساق ضروري نسألوا عليه لأنه تو نرجع الوديع وقت ما يكون حاضر. وقت على احنا على ذمتك وديع توما. نرجع مع ضيوفنا. نرجع معك فيصل. احداث سقيط سيدي يوسف الاحداثيه هي رد فعل الدعم التونسي للثوره الجزائريه اللي اسفرت على يعني نقولوا مجزره علاش لا. خلينا نرجع لحيثيات وتفاصيل الحادثه هذه يا فيصل. فعلا يعني نحن دائما نحتفلوا باحداث سقيط سيدي يوسف ولكن المهم معرفه تفاصيل هذا الحدث الكبير في تاريخ العلاقات التونسيه الجزائريه ولكن فيما بعد سيكون له تداعيات كبيره جدا على الوضع التونسي. نقص على كلامك بالعسل وديع. بعض المشاريع اللي ربما ستستقطب يد عامله محترمه في جهه سقيط سيدي يوسف وربما حتى تشعل كامل نعم. ولايه الكيف ان شاء الله. شكرا لك سيد الوالي. ايضا معنا سيد القدس العام الجزائري. مرحبا بك هنا في تونس. شكرا اهلا بكم. يعني هذا حدث يهم التوانسه ويهم الجزائريين ويعكس عمق العلاقات التونسيه الجزائريه. في الحقيقه هذا حق يعني اللي راك تقول فيه. هذا الحادث الاليم هو يعني مشترك بين الشعب الجزائري والشعب التونسي ويدل على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والشعبين الشقيقين. وحادثة سقيط سيدي يوسف يعني امتزج دم الشعب التونسي والشعب الجزائري فيها. ودائما يعني احنا نشكر الجمهورية التونسية على الوقوف مع الجزائر في جميع الظروف. والعكس صحيح ايضا. نعم. اباء حرب التحرير الوطنيه او فيما بعد. في الحقيقه الان احنا موجودين في منطقه حدوديه كما اشار السيد الوالي تحتاج لتعاون اكثر لتدعيم التنميه بين الولايات الحدوديه. وهذا في الحقيقه تعليما من فخامه الرئيس التونسي السيد الباجي قايد سبسي وكذلك فخامه السيد رئيس عبد العزيز بوتفليقه. نعم. كان تعطية التعليم لولاة الجهه لإنعاش التعاون بالخصوص الاقتصادي لخلق مناصب شغل في هذه المنطقه. نعم. شكرا لك سيد القنصل. شكرا لك سيد الوالي. المحطه باش تكون مع الفرقه التراثيه لسقيط سيدي يوسف لانه الجانب الاحتفالي مهم في هذا الحدث. تفضلوا. Let's go.
شكرا لك وديع، نرجعوا لك من بعد، نرجع معك سي فيصل وحيثيات الحادثه هذه. حيثيات ثم معطيات تاريخيه مهمه يجب ان نعرفوها، تقريبا اكثر من 100,000 جزائري يعني دخلوا لتونس، ما نعتبرهمش لاجئين لانه الحدود كانت مفتوحه للاخوه الجزائريين. اول نوفمبر 1954 انطلقت الثوره الجزائريه. بعد ما سلموا تقريبا التوانسه الفلاقه السلاح في اواخر نوفمبر انطلقت شراره الثوره الجزائريه، وكان هناك عدد كبير من اللاجئين الجزائريين دخلوا لتونس اخر 56 وصلوا ل 100,000. في نفس الوقت فرنسا يعني ارتفع عدد الجنود اللي جندوه من الجزائر من 200,000 الى 400,000 جندي، يعني تصوروا فك الوقت العدد الضخم من الجنود اللي خاطر فرنسا كانت مستعده وفعلا يعني امضت الاستقلال لتونس والمغرب، ولكن لم تكن مستعده لان تعطي للجزائر استقلال. ايوه نوصلوا تدريجيا انه 58 فبراير 1958 هي كانت تقريبا صراع طويل مع فرنسا، خاطر فرنسا منذ ان اسست الجيش التونسي يعني وعطت الامكانيات الكل منذ تقريبا فبراير 57 اي سنه من قبل كانت هناك ازمه، وقفت فرنسا يعني اعانتها لتونس الاقتصاديه وحتى العسكريه يعني رفضت تسليم السلاح لتونس، فبالتالي كان هناك يعني بوادر ازمه بين تونس وفرنسا انذاك. في نفس الوقت الجزائريين انشؤوا الجناح العسكري لحزب جبهة التحرير الوطني وهو جيش التحرير الوطني ما يعبر عنه لا يلين. كذلك تم إنشاء في تونس الحكومة الجزائرية المؤقتة جي بي ار من عمران. ثالث حدث مهم يعني أحداث مهمة جدا وتواتر أن الجزائريين تقريبا القاعدة الخلفية على المستوى السياسي والعسكري كانت في التراب التونسي. لا ننسى أن الفريق القومي الجزائري عندما كان سيقوم بمباراة يعني جاء لتونس وطلب اللجوء وبقي في تونس، يعني تقريبا الأجنحة السياسية والعسكرية وحتى الرياضية أخذت ملجأ لها تونس. كذلك جريدة المجاهد وهي لسان حزب جبهة التحرير الوطني كانت هنا في البالماريوم يعني تنشر، والإذاعة التونسية كانت تخصص حصة أسبوعية مما زاد من غضب فرنسا لإعطاء المعلومات والإبلاغ عما يقع في الجزائر. حتى أن الجزائريين كانوا تقريبا يعتبرون تونس هي القاعدة الخلفية للثورة الجزائرية. لا ننسى كذلك أن الإعانة الكبرى كانت تعطى من قبل قوات الحرس الوطني وليس الجيش الوطني لإعادة ومعاضدة المجهود الحربي الجزائري. نأتي اليوم إلى أصول هذا الحدث، لأنه 8 فبراير هو كان تقريبا الجذور نتاعه ترجع ل 11 جان في 1958. ماذا وقع في هذا اليوم؟ كانت هناك فرقة كبيرة من الجنود الفرنسيين على الحدود تتحرك، فتم استهدافها من قبل الثوار الجزائريين بمعاضلة تونسيين، وتم قتل 19 عنصر من هذه الفرقة. يعني وهو حدث كبير جدا على المستوى العسكري، لأن فرنسا لها من العتاد ومن القوة أنها يمكن يعني أن تقوم بأي عملية عسكرية في هذه المنطقة. وتم خطف 4 جنود فرنسيين، تقول فرنسا أنه تم نقلهم إلى سقيد سيدي يوسف. لكن قبل 58 في بالي صار هو التحرش صار من على 3 مراحل في بالي حسب ما قينا فيصل، الاولاني صار في 57 نهار 21 اكتوبر وقع هذاك وبشا الباهي لدغم بدات الشراره الاولى بعد تقدمت معناها في هو بالي هو راهو انا كتبت مقال على المساله هذه ورجعت لعمق المساله الكل، لكن اعطيت الاسباب المباشره لانه الطائرات الفرنسيه عندما كانت تحوم يعني لمراقبه الحدود كانت دائما تدخل الاجواء التونسيه، وحتى الفرق العسكريه الفرنسيه كانت تدخل داخل التراب التونسي وهذا تقريبا في يعني بشكل شبه يومي في اكتوبر وفي نوفمبر تقريبا هناك 59 اختراق للتراب التونسي على مستوى البري والجوي، فبالتالي حتى الباهي لدغم يعني كان انذاك يعني مكلف هو تقريبا يعني متحدث باسم الحكومه اراد ابلاغ ذلك حتى على مستوى، ولكن تم يعني التغاضي عن ذلك وربما القول بانها يعني اخطاء تقع يومين ان الطائرات يمكن ان يعني تحدد بالضبط الحدود بين تونس والجزائر. هذا اليوم هو فارق يوم 11 جان في 1958 لان الخسائر العسكريه الفرنسيه كانت كبيره جدا وخطف الاربع عسكريين الذي كان الثوار الجزائريين يريدون به مفاوضه الفرنسيين فيما بعد. دونك نقص الخطر دق على فرنسا وما عادش يساعدهم الحكايه هذه. دونك هنا نحن في جان في انجيو الفيبري تقريبا شهر من بعد يوم 8 فبراير 1958
طائرة فرنسية تدخل المجال الجوي التونسي على الحدود يتم استهدافها من قبل قوات الحرس الوطني فتضرب في الجناح، تعود بصفة كارثية إلى تبسة وتهبط يعني بعجوبة نقول، لأن الحالة يعني لأنها ضربت الطائرة مباشرة. فقائد الفرقة الخامسة الجوية لتلك المنطقة الجزائرية اسمه أدمون جيو جنرال كلم يعني تهاتف مع الجاك شابون ديلماس وهو وزير الدفاع الفرنسي وعلمه بالحادثة، فتم يعني إقرار أعطى قيام بضربة جوية يوم 8 فبراير اللي هو يوم سبت وهو يوم سوق أسبوعي في سقيط سيدي يوسف. هذاك علاش نبقوا فيما بعد عدد الضحايا اللي كان كبير برشا، فبالتالي أقلعت الطائرات، طائرات يعني دي بومباردي، طائرات يعني تحمل قنابل، وتقريبا في باش ما نغلطش تقريبا 9 طائرات خرجت من قاعدة واستهدفت السوق الأسبوعية في سقيط سيدي يوسف. 72 قتيل وأكثر من 150 جريح في هذا اليوم على الساعة 9:05 صباحا. برشا أطفال زيادة، برشا أطفال، برشا أطفال، لأنه تم استهداف مدارس، تم استهداف حتى الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي اللي كانوا متواجدين في المنطقة لمعاضدة وإعانة الجزائريين اللي موجودين في تلك المنطقة كلاجئي حرب، لأن الجزائر كانت في حالة حرب. هذه صورة الحادثة بسرعة. واضح. سي الهادي نواصلوا معاك، الأرشيف الوطني أكيد أنه موثق كل الأحداث هذه، ناخذ أكثر تفاصيل معك. بطبيعة الحال كل الوثائق اللي تتعلق بتاريخ تونس المعاصر ومنذ حتى نهاية الفترة الوسيطة منذ القرن 15 هناك وثائق، ولكن وثائق هذه الفترة متوفرة حول حدث سقيط سيدي يوسف، وهي وثائق أرشيفية أنتجتها الإدارة، وهناك أيضا بعض الخطب للرئيس بورقيبة كلها موجودة في الأرشيف الوطني، وصور حول نتائج هذا الاعتداء السافر. أريد فقط أن أضيف أن الدولة التونسية وعلى رأس الرئيس بورقيبة كانت وراء يعني دعمها لا مشروط للثورة الجزائرية، وكانوا هذا يقولونه علنا ودعم سياسي، ولكن أيضا على المناطق الحدودية هناك دعم عسكري، وكان 3/4 السلاح الذي يمر للجيش التحرير الجزائري يمر عبر التراب التونسي، وكان يشرف على إيصال هذا السلاح 3 يعني قيادات سياسية تونسية، وهو وزير الداخلية طيب المهيري، حمد التليلي، وعبد الله فرحات. وكان الاتفاق مع فرنسا، تونس قالت يعني سأقف إلى جانب الثورة الجزائرية لأنه لا يمكن أن يستقر الوضع في تونس والجزائر محتلة، ولكن فرنسا اشترطت أن تونس لا تعطي سلاحها للثورة الجزائرية، وقد اعترف كريستيان بينو قال بالمجد يعني ما لقيناش حتى قطعة سلاح عند الثوار الجزائريين جاية من الجيش أو الحرس الوطني التونسي، لكن السلاح الآخر كله كان يدخل عن طريق شاحنات الحرس الوطني والجيش الوطني، والاعتداءات على المناطق الحدودية كانت تقريبا يومية، لكن سقيط سيدي يوسف هي اعتداء فاصل لأنه في حجمه وفي نتائجه السياسية، لأنه انتهى بهزيمة نكراء للجمهورية الرابعة في فرنسا وبانتصار كبير ياسر للجمهورية التونسية الفتية على المستوى الدبلوماسي. نربط بكليبك معك فيصل، انعكاسات اللي تحدث عليها سيد هادي بعد الحادثة هذه، بعد هي شنو اللي صار؟ كما قال الأستاذ الهادي جلاب أنه الانعكاسات كانت كبيرة جدا، أولا على مستوى الداخل الفرنسي هي سقوط حكومة بينو أنذاك، لأنه الردود الفعل كانت قوية جدا، يعني ما تخيلوش بورقيبة شعمل يوم في نفس اليوم، أولا استدعاء سفير فرنسا سفير ساعة تونس في باريس، ثانيا قطع الهاتف وحتى الكهرباء عن السفارات عن القنصليات الفرنسية في تونس، ثالثا يعني منع تحرك اي تحرك للجيش الفرنسي داخل التراب التونسي، يعني اقيمت حواجز تقريبا في كل الطرقات لمنع تحرك الفرنسيين مدنيين او عسكريين، يعني يكونوا مدنيين عسكريين من عائله العسكريين او من العسكريين في ذاتهم، يعني استلزم ذلك تدخل يعني
الامين العام لمنظمه الامم المتحده قالوا مش معقول وقطع المؤونه على جيش فرنسا. يعني هذه رده الفعل المباشره والخطاب معروف. بورقيبه تقريبا بعد ساعه من ضرب ساقيد سيدي يوسف قام بالخطاب المشهور بتاعه، حبيت نقرا لكم منه لكنه طويل جدا. يعني كان رد فعل غاضب جدا، ولكن قال يجب ان نحتوي الغضب نتاعنا ونشوف واش نجموا نحن نربحوا منها ساقيد سيدي يوسف. وهذه البراغماتيه الدبلوماسيه نتاع بورقيبه، لانه كان بورقيبه متوجه راسا الى الامم المتحده، لانه في ظرف ثلاثة ايام دوله يعني اجنبيه تدخل وتضرب دوله مستقله، تونس دولة مستقلة من عام سنة 56. فكان بورقيبة أراد التصعيد في ذلك لأنه كان عنده هدفين. أولا أن تستقل الجزائر، وهذا رد على الكثير من المغالطات التاريخية اللي يقوموا بها الأغالب يعني العديد، أنه بورقيبة كان منذ 46 ونصح فرحة عباس والعديد من الجزائريين بتوخي سياسة المراحل، وأنه يعني استقلال المغرب ووحدة المغرب العربي هي الهدف المنشود لدى بورقيبة. فبالتالي كان هناك استفادة على المستوى الدبلوماسي، ولكن تم احتواء ذلك من خلال ما يسمى بمهمة ميرفي وبيلي، يعني أن فرنسا أحست بالخطأ لأنه تم توظيف هذا الحدث على مستوى عالمي. كيفاش؟ بورقيبة كان أي صحفي يجي يدخل لتونس لتغطية الحدث كان هناك وفد رسمي يرافقه إلى ساقيد سيدي يوسف، وكان هناك يعني تقريبا حملة إعلامية ضخمة جدا على مستوى العالم. نعطيكم فكرة، في الصحافة الأمريكية خرج 1000 يعني مقال صحفي على تونس وساقيد سيدي يوسف، تونس لم تكن معروفة، هذا على المستوى الدبلوماسي. فتم إرادة احتواء الأزمة لأن تونس تقريبا كانت نقولوا نحن على المستوى العسكري وعلى مستوى التحالف آنذاك ليست مع بلدان المشرق يعني بلدان الشرق عفوا يعني روسيا أو، فبالتالي قال لهم نحن جينا وعضدناكم، شوف الضربة اللي عملتها فرنسا اليوم. فتدخل الوزير الخارجية الأمريكي وقتها ميرفي مبعوث وكان صديق لبورقيبة، وكذلك بيلي اللي هو وزير الخارجية البريطاني لاحتواء الأزمة، لأنه إذا كان الأزمة وصلت الأمم المتحدة وهذا ما كانت تخشى فرنسا أن يتم تدويل القضية الجزائرية، فبالتالي أرادت الاحتواء الأزمة. ووقعت مفاوضات طويلة وطويلة جدا يعني انتهت برسالة 17 جوان 1958 اللي هي أهم نتيجة عسكرية لتونس، وهو أن الجيش الفرنسي يجب أن ينسحب من جميع الثكنات العسكرية. ما ننساوش راه بعد يعني إنشاء الجيش الوطني التونسي في 30 جوان 1956 كان هناك تواجد عسكري تقريبا في كافة تراب الجمهورية، يعني وخصوصا منطقة الجنوب وبنزرت. بعد هذه الرسالة تم يعني بورقيبة فرض على فرنسا أن يتم يعني جلب يعني إفراغ جميع الثكنات العسكرية وأن لا يبقوا إلا في بنزرت، وبورقيبة لم يمضي أبدا أي وثيقة على قاعدة بنزرت حتى إلى حرب بنزرت، وهذه مقالات أخرى تاريخية ماذا بينا نصحوها زادة، لأن بورقيبة لم يتنازل يوما من خلال وثيقة أو أي معاهدة على بنزرت. فبالتالي ساقيد سيدي يوسف كانت هي المدخل فيما بعد لمعركة بنزرت، وهو هزيمة عسكرية لفرنسا رغم يعني الضحايا اللي موجودين هارت، ونصل القضية الجزائرية كذلك. واضح فيصل. تيليدي نختم معك. أنا أريد أن أؤكد على تضامن التونسيين مع الجزائريين والليبيين، وهناك محطات لهذا التضامن. 1911 تضامن التونسيين كما لا يمكن أن يكون التضامن مع الليبيين وقد تعرضوا إلى الاعتداء والاجتياح من قبل القوات الإيطالية واندلعت بسبب ذلك في تونس أحداث الجلاز. ثم تضامن التونسيون مع المغاربة في حربهم ضد الحضور الفرنسي والإسباني في حرب الريف في محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي قاد حربا ضروسا ضد الحضور الإسباني والفرنسي وانتصر انتصارات عسكرية كبيرة وتطوع التونسيون وشاركوا في هذه الحرب. ثم كذلك عندما أعلن الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد يوم 1 نوفمبر 1937 الإضراب العام السياسي تضامنا مع المغرب والجزائر. ثم لا ننسى الدور الكبير الذي قام به فرحة حشاد والاتحاد العام التونسي للشغل في تكوين نقابات وطنية مستقلة في كل من الجزائر والمغرب. وقد اندلعت أحداث دامية في الدار البيضاء عندما اغتيل فرحة حشاد في ديسمبر 52. ثم جاءت ساقيد سيدي يوسف وقبلها على كامل الشريط الحدودي، وشهر قبل الاعتداء على ساقيد سيدي يوسف سقط
على الحدود التونسية الجزائرية في عند راهم بالتحديد العديد من عناصر الحرس الوطني، وكان معاهم كاتب عام وزارة الخارجية التونسية خميس الحجري الذي أصيب بالرصاص ومات نتيجة لجروحه، وقد كان في مهمة جمع معلومات حول اللاجئين الجزائريين، وكان رفقته الأستاذ الباجي قيد السبسي، كانوا في مهمة لجمع معلومات لإعداد تقرير للمنظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بجنيف. وإذا في هذه المعركة إذا توفي كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية التونسية. إذا هذا التضامن التونسي مع الجزائر ومع ليبيا هو متواصل ومن ثوابت يعني سلوك التونسيين مع جيرانهم. شكرا لك سي هادي، يعطيك الصحة. كيف كيف فايز، شكرا لكم، يعطيكم الصحة. كما قلت السنة معناها الأحداث والفعاليات، أحداث ساقية سيدي يوسف بدات من اثنين حتى توصل حتى ثمانية، طيلة أسبوع كامل ولا إلا ثمانية أيام تقريبا. نهار الأولاني كان ضمن معرض وثائقي يذكر بحوادث الساقية وعرض فيلم وثائقي حول هذه الذكرى. كيف كيف فما قافلتين صحيتين لفائدة متساكنين منطقتين الخروبة وفرشين، حفل موسيقي مجموعة من الفنانين، فقرات رياضية فكرية ثقافية. كيف كيف تنظم الدورة المغاربية المدرسية العدو الريفي اليوم 6 فيفري وندوة فكرية بالاشتراك بين اتحاد الكتاب التونسيين ونظيره الجزائري. برشا أحداث وفعاليات طيلة 8 أيام. مازلنا باش نواصل مع الفقرات المصورة. كما قلت فما حدث رياضي هام جدا صار نهار الأربعاء اللي فات، والروبوتاج الأول بإمضاء زيد السالمي ووصول وفد من الصحفيين والملاكمين للمشاركة في حفل القفاز الذهبي من باريس. أكثر تفاصيل مع زياد ثم نواصل، تفضل. ثاني مرة أحل بها في تونس، جئت بعد ثورة لإقامة حفلا، وأنا سعيد بتواجدي هنا خاصة أن جدي عاش هنا. Lorsque Asdine m'a invité, moi, il ne faut pas oublier, je suis né à Tunis, je suis né près de la Porte de France. Et quand, bon, je viens souvent quand même ici, donc, enfin, je suis chez moi, chez moi, j'habite Paris. أنا ولدت في تونس، وأنا سعيد بتواجد ضمن هذا الوفد. أنا حكم دولي، عملت مع عديد التونسيين، جئت صحبة عائلتي من فرنسا، هذا بلدي. Depuis 43 ans que je suis dans l'arbitrage, je suis au niveau mondial. C'est toujours un grand plaisir de venir en Tunisie. J'ai amené ma famille, ma femme est parisienne, je l'ai amenée, je l'ai fait connaître. Et Tunis, bon, pour moi, c'est mon pays de naissance, c'est ma ville de naissance. Merci de votre message de bienvenue. Moi, c'est un pur bonheur de revenir. C'est pas la première fois. Je me suis produit de nombreuses fois sur le sol tunisien, et je ne suis pas étonné de revenir parce que la Tunisie est un sport de boxe, est une nation de sport de contact. Donc encore une fois. شكرا لكم على حفاوة الاستقبال. جئت عديد المرات إلى تونس وسعيد بالعودة من جديد، لأن تونس بلد الرياضة والملاكمة اليوم تجمعنا. عديد الملاكمين جاءوا اليوم إلى تونس، حكام، إعلاميين، فنانون، وأعتقد أن الحفلة سيكلل بالنجاح. également la gente féminine et je suis persuadé que ça va être une réussite totale. Vous voyez que déjà les grands noms de la discipline en France et même au-delà ont fait acte de présence, ont répondu favorablement à l'invitation de notre ami Astine, et on va tout faire pour que ça soit une réussite mémorable.
معزف حيما مرحبا، مبروك الساعه تتويج ببطوله اوروبا وايضا من ابناء تونس والمملكه التونسيه تجي اليوم مع الوفد هذا موموها نشوف فيه في الكواليس. احسن صوره اليوم نقدموها كل تونس وكل احسن صوره نقدموها لتونس هي ديما ان شاء الله ديما منورين وهذايا صوره نوريها للعالم الكل باش ياخذوا فكره اخرى على تونس. راي ديما تونس معنا امورنا مريقله ديما قاعدين نخدموا في السياحه في الرياضه وهذه التظاهره اول مره لغوندور اللي قفز ذهب معناها تصير في تونس في فرنسا عندها سنين ما لا يعملوا فيها ان شاء الله هذه مش اول مره وان شاء الله تقعد كل عام الدورة هذه نعملها كل عام تقعد لنا ذكرى للقفاز الذهبي في تونس وهذا يكون شرف لي وسعادة يسعدني باش تونس ديما تكون منتج تونس نادي وين مولادي احنا وقت اللي تونس نادي احنا نجيو تونس مستحقيت لنا احنا جينا نقطة ورجع للصالة. Il faut continuer à soutenir la Tunisie, ne jamais cesser de la soutenir. لابد من مواصلة دعم تونس وها نحن هنا نقدم المثال وسنشارك في هذا الحفل فريد من نوعه هنا في تونس. لحظات هامة جدا للملاكم والرياضة بصفة عامة وأعتقد أننا سنقضي أوقاتا ممتعة. شكرا لك زياد. إذا نواصلوا مع فقرة الرياضة وما أدراك من الرياضة وخاصة مع أبطالنا اللي عايشين البرة واللي منورين ديما واللي مشرفين بوجودهم سواء في تونس ولا خارج تونس. أكثر التفاصيل معنا الوجه الرياضي المعروف ورئيس جمعية كرتاغوسي عز الدين بن يعقوب. أهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح الخير نهاركم طيب على السلامة. مرحبا نورتنا. كيف كيف معنا معزف حيمة ملاكم دولي عايش البرة. مرحبا بك معز. وبيك عايش مرحبا. كيف كيف راح باش نمشي البارتي اخرى من الرياضه. رحب بك سي محمد طابا عضو بجمعيه احباء الملعب الجابسي في المهجر وناشط بالمجتمع المدني. مرحبا بك محمد. نورتنا ومرحبا بكم. نبدا معاك سي عز الدين. يظهر لي الروبورتاج حلو برشا قعدت انت مركز معاه ورجعت شويه نهايرين ثلاثه التالي. نعم مرة أخرى نشكر حصة أهلا تونس، نشكر الوطنية الأولى اللي دائما معنا اللي احنا مواطنين عايشين بالمهجر وخاصة الفترة صعبة كما نعرفه الكل. القفاز الذهبي حلم يتحقق، حلم يتحقق بأتم معنى الكلمة لأول مرة وقت نشوفوا احنا تاريخ تونس في ميدان الملاكمة كبير أكثر من 100 سنة. نتفكروا فيكتوريون بيريز، نتفكروا سيمون بالعيش، نتفكروا عمر رزقي جيزاني حبيب قلعية الله يرحمهم، غادروا الدنيا هذه واعطوا برشا بطولات لتونس وخاصه توفيق بلو ريسامون توفيق بلبولي بطل العالم كمال بوعلي اللي كان معنا عماد المثلوثي وبرشا ابطال قاعدين يعني اعطوا اسم كبير. اليوم المشعل عند معزف حيمه، عند وداد اليونسي، عند الهادي سليماني، هذه الكل نجم نقولوا احنا في نفس الوقت راهي حاجه يعني نشاط رياضي في زاد القطاع السياحي خاطر اليوم بلادنا في حاجه لك الصوره اللي تتسوق من البلد العزيز تونس للعالم اجمع وتقول شنو عندنا احنا في المنتوج السياحي في المنتوج الرياضي. حلوه برشا عجبتني. قلت الارهاب لن يخيفنا ولن يثنينا عن تنظيم البطولات لرياضيين ورياضيتنا المتالقين والرافعين دائما لرايه وطننا على غرار وداد وكيف كيف معز وبرشا اسماء. نعم. يعني الارهاب يخلق من الفراغ من الوزيفتي كما يقولوا الفرنسيس. احنا لا للتطرف ولا للارهاب، نعم للتعايش، نعم للمحبه، نعم للاخويه، ونعم زاد حتى السوق الاوروبيه والسوق الفرنسيه. والدليل على هذا يقول لك القائل هي شنو هي ستام بريتكست لي غوندور مش معطوها زاد حاجه القفاز الذهبي. سي فري سي دو سبور سي ان هوماج، مي في نفس الوقت انا نمن لي بتيت غوت دو كي فون دي فلوف. هذه الصوره هذه الحقيقيه. واحنا نقولوا ما عنده حتى بلاصه الارهاب والتطرف في تونس العزيزه. والدليل على هذا
الصحفيين استدعتهم الديوان السياحي واستدعتهم الخطوط الجويه التونسيه واستدعتهم تونس هم ضيوف تونس صحفيين فيدراسيون فرونسيز دو بوكس فيدراسيون فرونسيز دو كيك بوكسين الكل حضروا معنا واجانب ستيفان فيرارا اللي هو كوميديان وفي نفس الوقت صحفي الكل هذوما حبوا يرجعوا واحنا شو الدور اللي لازم نلعبوه المجتمع المدني الهياكل الجمعيات الكل كما فريق قومي تونسي ليت حتى يعني نعطيه الصورة الحقيقة شنو هي تونس تونس أخوية تونس محبة وتونس الطقس الجميل وإن شاء الله نتعدوا فرصة صعيبة اليوم ما أنا عندي أمل كبير في بلادنا العزيزة وإن شاء الله باش نسلكوها كما نقولوا إن شاء الله زينا باش نرجعوا على الفعاليات التظاهر اللي صارت مؤخرا نمشي معاك معز الملاكمة رياضة الفن النبيل حكينا انت كملاكم دولي وعايش لبرا كي تكون موجود في تظاهرات هكايه معناها ولا كي تكون في اي تظاهره في العالم وترفع راي تونس نصور انا احساس ما بعده احساس هكا ولا سيرتو الاحساس مع سيرتو كي تضرب حمات الحماس تطلع البوديوم حاجه اخرى احساس ما نجمش نوصفه فهمت حاجه كبيره وراي تونس هي الكل فهمت معناها تحس روحك ذكرش موقفك هي قعدك هكايا في البال ولا هكا حاجه بكيت فيها حسيت فيها برشا تمنيت انك تكون في تونس ولا تونس الكل يكونوا معاك عندكش موقف قعد لك هكا في البال تفكر مره هزيت في الاردن هزيت بطوله العرب وطلعت فوق البوديوم انا ضربت حمات الحمايه وقتها ما زلت صغير احساسها حسيت بيه ما نجمش نوصفه فهمت واحد اللي بكيت فهمت أكيد مرحبا بك معز نرجع معاك سي عز الدين التظاهرة هذه اللي صارت مؤخرا أنت مش هذه أول تظاهرة ما شاء الله كل ما تجي تونس كل الدورة معناها من الجنوب للشمال للوسط التظاهرة الأخرانية هذه كما قلت أنت كانت لمة حلوة للألمع الوجوه معناها رياضية كيف الإعلاميين خدمت الرياضة وخدمت السياحة وخدمت الاقتصاد معناها وخدمت برشا حاجات في وقت قصير نحكي على التظاهرة هذه كيفاش كانت وشكون لمت وشكون كان حاضر فيها نهار الأربعاء حتى حد ما عندهم زية قدام تونس حتى حد ما عندهم زية قدام العلم التونسي حتى حد ما عندهم زية قدام الشباب والشعب التونسي احنا كما قلت لك جزء امتي مايون نحبوا نساهموا كل حاجه تهمنا كل شبر يهمنا في تونس بعد النجاح كما قلتوها في ماراثون الواحات وماراثون حمامات وماراثون جربه دولي وماراثون تتاوين اليوم دقت ساعه البطوله الاوروبيه وهني معز فحيمه البطل الاوروبي وبطل هو اللي فاز بالقفاز الذهبي وهني وداد اليونسي وهني الهادي سليماني وهني برشا ابطال يعني رضا هلالي اللي هو يعني مدرب كبير وهني كل ابطال تونس نجم نقولوا احنا نقلنا على فرنسا قطر هي تنظم فيها القفاز الذهبي عندها 29 سنة احنا ما عملنا حتى شيء ديكسترا اوردينير نقلوا الحاجات المشاريع والبروجي اللي يتفشاو كما نقلنا على المغرب في ماراثون الواحات ونجح اليوم زاد القفاز الذهبي ان شاء الله نتمنى له باش يعيش يعني سنين اخرى مع تعاون مع الجامعة التونسية للملاكمة والقفاز الذهبي صار تحت اشراف وزارة الشباب الرياضة ووزارة السياحة والكل كما قلت لك اليد في يد ما نجمش نحدوا الحجم سيسون دي بتي تشوز انا نمن خاصه بلو سوغيغ تونيزيا نمن لي بتيت شوز ونمن خاصه خاطر اللي ما عندوش ماضي ما يكونش يتفائزم فورو غاردي دون ريتروفيزور كما يقولوا الفرنسيس اللي ما عندوش ما يخزرش الماضي ما لازمش يشوف الافاق والمستقبل خاطر الحاضر نتاعو يبدا فلو احنا ترحيم على سيمون بالعيش على رزقي جيزاني الله يرحمه عم رزقي على حبيب قلعيه على فيكتوريون كبيريز هذوما سو سون دي جون كون بري دي كو زاد عم الطاهر جيزاني اللي شفناه عن المدة الفارطة مسكين بالليزر ونتفكر زي أخويا وصديقي طاهر بالحسن اللي قاعد يعني عايش في بالليزر نداء للوزارة الرياضة نداء للجامعة التونسية للملاكمة وقفوا مع أبطال تونس ليهزوا رأي تونس وعالم تونس وإحنا نكونوا ما يوم ماناش إحنا ما قلناش إحنا إحنا مجتمع بتيت أسوسياسيون جمعية حبوا نوقفوا نحبوا ما يد وحدها ما تنجمش تصفق هذاك علاش النداء هذا يلزم يصير وإن شاء الله ماناش مخرين إحنا اليوم يلزمنا اللي عنده وطنية واللي حب بلاده اليوم يوري خطر اون فا باسي اون فا ريوسير عندي امل كبير في تونس خاصه اليوم 6 فيفري دات استوريك بالنسبه لتونس ونرحم على شهداء تونس ونقول مازال عندها رجالها ونساها وتونس عظيمه 3 مليون ديستوار مش شويه معز
كي تلقى روحك في تظاهره هذه الاخرانيه، كي تلقى روحك مع اسماء كبيره كيما كمال بوعلي وفتحي المساوي وبرشا برشا اسماء كانوا حاضرين، احكي لنا كيفاش كانت الاجواء احكي لنا اكثر تفاصيل كيفاش عشتها الايام الاخرى. الاجواء كانت اجواء كبيره، وذاكر معنا تلقى البوكسيرات الكل قدم من جدد، انا قلت علي عيد سعزين لم الناس الكل. انا من الكبير جينيراسيونات القديمه برشا من الجينيراسيون اللي بعدها بريسك تلمينا كات جينيراسيون تاع تاع سبور ولا اكثر، حاجه كبيره، حاجه معناها بدلنا الافكار، بدلنا برشا حكايات، معناها حتى في منتوج الملاكمه وكل كي في ديزوبجيكتيف، عندنا اهداف نزيدوا نتعمقوا في الفكريات، تعمقنا في برشا حوايج، ومعناها ان شاء الله معناها قاعدين نحضروا، زاد هذه فرصه باش نزيدوا نحكيوا ان شاء الله لو 26 مارس مش تصح مش ننظموا بطولة افريقيا في في مساكن ان شاء الله مع سي عزيم باش ينظم لنا كما عاد كي العاده، معناها عودنا انا ان شاء الله ان شاء الله قاعدين تحكينا في برشا مواضيع، فرصه كانت كبيره باهيه وتعدى كل شيء مليح. مرحبا بك معاذ، نورتنا. نمشي معاك محمد تبع عضو بجمعيه احباء الملعب الجبسي البرا وناشط المجتمع المدني. عملتوا الجمعيه هذه قداش عمرها وشنو اهم اهدافها؟ ايش يخطو لو بتي كادو ولا لو غران كادو نجم نقولوا اللي باش تقدموه للملعب الجبسي؟ يعطيكم الصحه، مبادره جميله برشا قايمين بها، ونتصور ان الجبسي يكون باش يفرحوا بها. اكيد اولا نحب نشكر القناه الوطنيه اللي موجوده معنا دايور في كل مكان وزمان، كان في باريس ولا في كامل انحاء العالم. هذه الجمعيه ميرسي بوكو. الجمعيه عندها توا بالضبط عمرها عام ونص. شباب من جابس جاتهم الفكره وقمنا ب معناها صنع الجمعيه هذه لدعم شباب الجهه. كما تعرف جابس جهه نقولوها بكل صراحه ما نقولوش محرومه، لكن فيها برشا تلوث وبرشا مشاكل بيئيه، وحبينا نفرحوا وندخلوا كل البهجه للشباب ونبعدوا كذلك الشباب نتاعنا عن الشارع وعن الارهاب اللي هو اليوم مالوريزمون يلمس العالم الكل. فقمنا باقتناء الحافلتين هذوما للملعب الجابسي، واحده حافله باش نعطيوها للأكابر وحافلة الأخرى لأشبال أصغر ملعب الجبسي. بالمناسبة هذه نحب نشكر جميع من ساهم في اقتناء الحافلتين هذوما، وشكر خاص لرئيس النادي السيد صابر الجماعي اللي تعب تعب كبير، قاعد يعني عاطي من صحته من بده من من وقته، وكما يقولوا المرأة التونسية ديما موجودة وراء كل وراء كل رجل كبير ولا عظيم ولا عظيم ربي امرأة. مدام جماعي قاعدة حتى هي واخدة على عاتقها وتعاون في مسيو جماعي على التألق هذايا. دونك وزاد كذلك بالمناسبة أختي الكريمة نحب نبعث كذلك رسالة شكر اولا ومحبه وبكل صدق السي ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضه. وميسالش مفهوم الكوتي بوزيتيف والكوتي نيجاتيف، احنا قاعدين نحضروا اليوم الملعب الجابسي التونسي بالشيخ سيد ربي ان شاء الله يوم الثلاثاء الى مالي لتشريف ورفع راي تونس، لانه باش نقوموا بمغامره افريقيه لاول مره في تاريخ الجهه وفي تاريخ النادي. عندنا اشكاليه صغيره في الملعب اللي ما زلت فيه ما عندوش اضواء كاشفه، ما زلت ما حضرتش، وكذلك الصبوره اللامعه ما زلت ما جاتش، وعندي معلومات كونه باش تتكرى. حابين نقولوا راهو جابس فيها 3350 الف ساكن، الجهه محرومه وقاعده تعبه من التلوث وحاشاكم في كل مكان وكل دار فما الامراض الخبيثه، ماذا بينا على الاقل يدعمونا شوي بالرياضه، وخاصه عندنا مطار ما شاء الله بوابه افريقيا يعني مليارات قاعده مسكره، ماذا بينا وعلاش لا يتفتح المطار هذايا ويكون بوابه الافريقي. على فكره وبالمناسبه الطائره الخاصه على خطوطنا العزيزه علينا الخطوط التونسيه باش تقوم يعني الرحله باش تطلع باش تنطلق من مطار جابس، وهذه جست سمبوليك. انا احنا عندنا الثقه في تونس، عندنا الثقه في المسؤولين التوانسه، متفائلين بتونس والقادم باش يكون ان شاء الله افضل للجهه ولتونس بصفه عامه. ونحب نشكر سي عز الدين بن يعقوب اللي انا نحب نكرمه ونكرم فيه كل يوم، لانه قاعد علم تونس. انت سالت معز قبيله قلت له شنو هو الاحساس راهو يخرج على تونس ويبعد على ارض الوطن، وانا نكلم فيك توا ولحمي يشوك خاطر كي جيست اسم تونس عزيز علينا، كي تبعد على تونس تولي لك فواديس الحب نتاعها، كي تسمع النشيد الوطني التونسي ولا حتى انت متعديه في الطريق تشوف درابو تونس توقف من غير ما تشعر وتهز راسك، بلادنا حلوه، بلادنا صغيره، بلادنا مزيانه، باش نتحدوا اللي باش يلمس تونس. ماناش كيما قال سي عزين مسلمين في اي شبر من ارض الوطن الغالي علينا، وباش نواصلوا وانا من بابور ماناش خايفين من الارهاب وعاش تونس. اكيد محمد مازلنا باش نرجع معاك ونمشي مره اخرى نعطيو الكلمه الوديع في سقيطة سيدي يوسف ثم نرجع، تفضل.
اتونسيون هاي يا ريال. شكرا لك ألفا. يتواصل اللقاء انطلاقا من هذه النقطة الخارجية احتفالا بأحداث سقيط سيدي يوسف. معنا سي بشير التواتي المندوب الجهوي للثقافة باش يعطينا أكثر تفاصيل، لأنه الاحتفاليات السنة تمتد تقريبا على امتداد أسبوع. مرحبا بك سي بشير. شكرا سي وديع ومرحبا بكم. أيضا معنا ضيف جزائري قدمه لنا. معنا سي يوسف شقرة رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين. نعم. وكان ضيف معنا ان شاء الله ايضا سي المنجي الورفلي قيدوم المسرح في مدينه الكاف. مرحبا بك ايضا سي بشير. اذا انطلقت الفعاليات، هات ناخذ فكره على طبيعه الاحتفالات اللي هي موعد سنوي تعيش على وقع وجهه الكاف وخاصه مدينه سقيط سيدي يوسف. اكيد سي وديع، اليوم نعيشوا اختتام احياء الذكرى اللي يخص الجانب الثقافي. كان تلقي يوم 2 فيفري بعرض الفقره الوطنيه للموسيقى بمختلف نجومها. تواصل البرنامج من عروض موسيقية ومسرحية وعروض موجهة للأطفال. اليوم نحن يوم هو أردناه بالتنسيق مع اتحاد الكتاب التونسيين واتحاد الكتاب الجزائريين باش ندرسوا فيه التعاون الثقافي التونسي الجزائري. اليوم عندنا ندوة عنوانها التعاون التونسي الثقافي التونسي الجزائري وأمسية شعرية يأسسها شعراء من الجانبين التونسي والجزائري. شنو الوضع الثقافي في جهه، وانت ما عندكش برشا تو في الكاف، شنو قد يكون البصمه اللي باش يخليها بشير التواتي في مدينه الكاف انطلاقا من المندوبيه الجهويه للثقافه بالكاف؟ شكرا ليك. الحصيل كان برنامج مبدعون من اجل الحياه اللي اخر تظاهره كانت ولايه الكاف في مستوى الحدث. كانت تركيز كبير على المناطق الحدوديه والمناطق النائية ببرمجة عروض موسيقية ومسرحية. أيضا استضافة بعض الوجوه الفنية المعروفة في تونس وفي الكاف. كان عموما برنامج مبدعون من الحياة متميز، وإن شاء الله 2016 برنامج مبدعون من الحياة باش يكون وعد، باش يكون على نفس الوتيرة وعلى نفس التميز اللي عرفناه في السنة الفارطة. شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق. معنا كما قلت رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين، مرحبا بك اولا. اهلا وسهلا وشكرا على هذه الدعوه الكريمه من الاخوه في تونس. نعم، لا حديث على سقيط سيدي يوسف ولا احداثها الا بحضور الجانب الجزائري، لانه بالفعل هي ذكرى امتزجت فيها الدماء التونسيه بالدماء الجزائريه، وهذا يعكس يعني عمق العلاقات التونسيه الجزائريه. أعتقد أن عمق العلاقات الثقافية والجغرافية الجزائرية التاريخية هي إبداع للخالق. لابد أن نشكر الخالق على تواجد الحدود الجزائرية التونسية وما توارثوه من حقب زمنية قديمة من قبل الفتوحات الإسلامية إلى الآن. أعتقد أن هذه هي نموذج فاعل في الحياة العربية والعالمية. نعم. ونموذج متفرد في العلاقات لم تزعزعه وساوس البلدان الغربية والمخابر الصهيونية. نعم. فدائما بقيت العلاقات ثابتة ومتينة ومتعاونة وناجحة إلى أبعد الحدود والحمد لله. إبداعيا يعني إلى أي مدى ما حدث في سقيط سيدي يوسف وثق في المدونة الشعرية والروائية والقصصية التونسية والجزائرية حسب اعتقاد؟ إبداعيا دعني أعود قليلا. في اتفاقية التوأمة بين اتحاد الكتاب الجزائريين والتونسيين ومن خلال البرنامج المسطر لإحياء المناطق الحدودية وأعلننا عليه انطلاقه من سقيط سيدي يوسف ليكون بعدها في مناطق أخرى حدودية، هو البحث عن هذا الاختلاط الدماء واختلاط الكتابات واختلاط الثقافات واختلاط التاريخ لتدوينه وحفظه من الضياع. فالكثير من الشعراء والأدباء والكتاب تغنوا بهذه المناطق وربما عاشوا وكتبوا في تلك الحقب الزمنية، ولكن التجاهل عندما لا ندون هذه الأعمال الخالدة طبعا الحال سيمحوها الزمن. نعم. وبذلك نعتقد أننا ارتكبنا جريمة في حق الأجيال القادمة. نعم. شكرا لك وتحيا العلاقات التونسية الجزائرية. سي المنجي الورفلي طبعا اللي يقول الكاف يقول المسرح، اللي يقول الكاف يقول أسماء عديدة أثثت ولا تزال الساحة الثقافية والمسرحية. مرحبا بك سي المنجي. بك عيش. شو أحوالكم وش أحوال المركز وش فما جديد عندكم؟ والله بخير والحمد لله، ومن خلال هاللقاء هذا نحب نوجه تحية لكل متساكنين سقيط سيدي يوسف. نعم.
وكذلك نحب باسم أعضاء مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف من عاملين وتقنيين وإداريين نوجه لكم التحية. والمركز بصدد إنتاج عمل جديد للمخرج ومدير المركز الدكتور سامي النصري. كذلك عندنا مسرحية المستلبس اللي تعدت أخيرا في ساقيت سيد يوسف. كذلك عندنا 24 ساعة مسرح اللي باش تصطف حدث الحقيقة الدورات الأخيرة ما فقدت الأوج متاعها. الدورة هذه إن شاء الله باش يرجع أوج 24 ساعة مسرح بحول الله. وناهيك وأنه عندنا 6 فرق من الجزائر باش تشارك، عندنا 2 فرق من 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 مصر، عندنا إيطاليا فرنسا وكذلك فرق تونسية. نحن نعمل جميع مجهوداتنا باش ننجح التظاهرة هذه. وتعرف أنت عامل الطقس وبرشا عوامل عديدة اللي خلت الدورة اللي فاتت ما لقتش الصداء اللي تطمح ليه وتصبو ليه المأمول. السنة بدينا على بكري، بدينا نحضره وان شاء الله النجاح يكون حليف ان شاء الله. موافقين، وان شاء الله كالعاده التلفزه الوطنيه تكون حاضره بكثافه وتواكب مختلف الانشطه الثقافيه في جهه الكاف. شكرا لك. نمشيو مع الموسيقى التراثيه لانه للكاف ايضا مخزون تراثي موسيقي هام مع مجموعه سجباب. مرحبا بك. مرحبا بك اول نجي نحكيو معك. كالعاده يعني متالقه الكاف موسيقيا ان شاء الله متالقه. وهذا عمل جديد اسمه طرق الخياله. نعم. تقيت كمال جبالي ولبنى مقري ونحاولوا باش نزيدوا نطوروا في ان شاء الله باش يكون حاضر في المهرجانات الصيفيه. ان شاء الله ان شاء الله باش يكون حاضر في المهرجان الصيفي. هو مهم الشكل الموسيقي هذا كونه يتوزع داخل الحدود وايضا خارج الحدود. هو من الشمال الغربي حتى الشرق الجزائري محسوب تراث مشترك يعني. نعم هات نسمعوا نموذج. جاي نسمعوا نموذج. تفضلوا تفضلوا. جبت الكلام على المغنوشة ومصدروا على معناه لبس ترهيف باهي السومة حفات مثقلين معاه جبارة طاغية في طنجة في الوهر غاصة فيناه حرة من الخلايق علجة عندي كبار عرب الجاه يا زينة الحلا فزتي على بنات عمامك بالزين والبهاء والزين حاجات هي حالي طرير انت بيا ما تمشيش ايه راك بلاصري ما تمشيش
سقيط سيدي يوسف من مجتمع مدني ومثقفين ومبدعين، تحية من القلب لكم الناس الكل. باش نواصل معاك نختم معاك محمد ان شاء الله تخي بيانتو. قلت لي اهم نقطة نحب نختم بها هي الاشغال اللي بالملعب اللي ماش حاضرة حد الان، وانتم تستنوا في ايفينمون كبير. هذه ولا بالمناسبة رسالة من عنا رسالة ومساج للسيد وزير الشباب والرياضة سي ماهر بن ضياء اللي احنا عنا فيه ثقة كبيرة، وحصل لنا الشرف قابلنا معها أكثر من مرة مع سي عز الدين في لقاءات يعني رياضية. الملعب يعني جمهور الملعب الديبسي وأهالي الجهة متحيرين بالكذا بالكذا، لأنه مازالت الأضواء الكاشفة ما حضرتش. السبورة اللامعة كما قلت لك إيباري معناها باش تتكرى، علاش تتكرى؟ عندنا احنا مجمع كيماوي يدخل في 9 مليار جور للجهة وقاعد يتسبب لنا في أمراض خبيثة. على الأقل عاونونا شوية في الرياضة، على الأقل شوية دعم يعني من الشركات الموجودة المصنعة باش تدعم الملعب الديبسي. احنا عندنا ثقة في وزارة الشباب والرياضة، عندنا ثقة في سي ماهر بن ضياء، لكن هذه رسالة معناها بكل معزة نقول ندلل عليه قلوب التونسي لأنه فريمون قاعد يخدم للرياضة بصفة كبيرة. أكيد رسالة نتاعك وصلت، تفضل. بالنسبة للدو بيس إن شاء الله في آخر شهر فيفري باش يكونوا موجودين إن شاء الله في ولاية قابس، وباش يكون حفل ولا عرس رياضي للجهة ككل. ونحب نشكر من جديد ولا آخر حاجة نقولها الكل من ساهم في اقتناء الحافلتين هذوما، ومبروك لقابس، مبروك لتونس، لأنه الملعب القابسي هو تونسي، ملعب القابسي اليوم باش يشرف راية تونس في إفريقيا، وإن شاء الله القادم ما يكون أفضل. وشكر كبير 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 للسيد رئيس الجمعية سيد صابر الجمعي، وبارك الله فيكم أنتم ومشكورين. شكرا لك محمد تابا، تحية كيف كيف من القلب لكل أعضاء جمعية أحباء الملعب القابسي بالخارج، وكيف كيف تحية كبيرة ليك سي عزدي بن يعقوب، يعطيك الصحة على كل المجهود اللي قاعد تقوم به على خاطر تونس. معز إن شاء الله ديما منورنا، ومرحبا بك ديما من خلال برنامجنا، ومرحبا بك ديما في بلادك في تونس. نمشي مرة أخرى نعيشوا مع فعاليات الحفل، حفل القفاز الذهبي، ثم نواصل، تفضل. اليوم القفاز الذهبي ينم تبارك الله نخبة من الملاكمين، تبارك الله اللي استطعت أسماء متاعهم في مختلف دول العالم. اليوم اللمة ذي كمان شنو تعني؟ حاجة لمة، حاجة امبورتون للملاكمة والجامعة التونسية للملاكمة، وبرشا حاجات اللي الناس لازمها تفكر اللي شكون الشامبيون دو 1984 حتى كل الجيل ان سيكل دو بوكس. محمد قلعاوي تبارك الله اليوم العائلة، وتبارك الله من قبلي واليوم تجيو تونس واكيد في فرنسا لحظات يظل لي اول مره تصير هذه في تونس، وخاصه انتم ابناء تونس المقيمين في الخارج وابطال تونس، يظل لي لحظات هذه ان شاء الله تتكرر وتكون مقابلات لنا هكا ولا ان شاء الله نغوص في السواري كنا دير في قابس. وموا شو كونتون دوغ ما ميغ كم سا فرحانه، وبلادي الكل فرحانين، القلعه والبلي ولا شو كونتون دو بريزونتي تونس ما فامي هوان كل عمايا يا با بروبليم. ميرسي ا فو soutien ou de montrer les sportifs. لحظات التتويج ولهنا كي تشوف الفرحه ما بين المحاط ما بين التوانسه الكل واكيد من فرنسا والاعلاميين والعائله نتاعك، يظل لي لحظات هذه عندها طبع خاص بك انت كرياضي. سا في بليزير باسكو سي سا لا تونيزي كوم سا الناس الكل كونتون ميلانجي فيك دي فرونسي دي عرب دي تونيزيان اي فوالا اون اي كونتون دو فوار تو سا ان شاء الله نعاود اونكور اون فوا. والله سي فريمون مش حاجه كبيره يا استاذ. اليوم جيتوا من القلعه ومحمد جاء من فرنسا. لا الحمد لله ولدي، تبارك الله في خاطر الرياضه وفي خاطر لما ذي كل شيء هنا، كل يهون كل شكل كل يتعدى وكل الحمد لله. فرحانك تشوف التتويجات هذه كل فرحانه بالدنيا كل بكم انتم وتونس وولدي اللي الحمد لله. انا بصفتي نيبه على التونسيين بفرنسا معناها ديما متبعه، تبعت برشا معز فحيمه في فرنسا وفي تونس، ولازمنا اليوم في تونس نشجعوا اولادنا اللي في الخارج وقت يبداو متالقين نعطيوهم كارهم نعطيوهم قيمتهم ونوريو اللي احنا مهتمين بالشان نتاعهم، وان نثمنوا ونشجعوا نجاحاتهم في الخارج ولا في تونس.
réussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup de champions. تجربة ناجحة جدا لكل المنظمين والملاكمين والإعلاميين الذين تم تكريمهم اليوم. تجربة فريدة من نوعها. فجأة جامعة فرنسا لما في تونس ما نجموش يلموها سيصف والله العظيم سيصف غيمون سانكريابل والله العظيم ماهيش نورمال يعطيه الصحة وبرافو. الفوز الذهبي مش غريب علينا، النجاح مش غريب علينا، تنظيم مش غريب علينا في كل الميادين بعناية الله. اليوم الملاكمة، اليوم استفتاء الملاكمة التونسية اللي عندها تاريخ أكثر من 100 عام من فيكتور يونغ بيريز، سيمون بالعيش، رزقي جيزاني الله يرحمه. عندنا زاد كمال بوعلي اليوم حاضر معنا، توفيق بلبولي، عماد مثلوثي، وأبطال اليوم اللي شفتهم وداد اليونسي، معزف حيمة، هادي سليماني، محمد قلعاوي، برشا أبطال. تونس راهي أبطال، تونس رياضة، تونس ترفية. احنا الصورة هذه نحبوا نسوقوها للعالم أجمع، لفرنسا وحتى أبعد من فرنسا، باش نقول لهم احنا بلدنا تسامح، تعايش، الأخوية، المحبة، نمنو. مشروعنا هو الحياة، مشروعنا الرياضة والسياحة التونسية. دائما نحن ديما نعملوا باش تجيبوا يعني أجانب. نجم نقول اليوم عندنا أكثر من 30 أجنبي كرياضيين كملاكمين قدماء، كما ستيفان فيغاغا، كما ماير مونشيبو، كما جون كلود بوتييه، كما ألا مازو، كما دوتخ شامبيون، جيل فوجغال، كل محذان اليوم أبطال من فرنسا من الكلات الأنبال. لا تاب جات ولا إف بي جات معانا اليوم، نجاح كبير. والقناة الفرنسية الثانية اليوم احنا مش غريب علينا النجاح، وكلنا يلزمنا الكلنا في الجيدو، في الكيك بوكسين، في كرة القدم، في كل الرياضة التونسية. الكلنا احنا تونس فريق قومي، الكلنا اليد في اليد باش نسوقوا صورة ممتازة للعالم اجمع. ودائما تونس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاعماق وفي القلب يا ربي. جددت حتى القدم تقابلنا في لما كيما هكا، ومشكور عزيز بن يعقوب الحقيقة لما هذه اللي تروفي اللي وزعهم، وأكثريتها كانت لما معناتها الجماعة كل متاع البوكس. حاجة كبيرة ما ننجمش نوصف لك معناها الشيء. عباد جاي من فرنسا، دي شامبيون موند، دي شامبيون دوروب، شامبيون دافريك، القدماء تاع البوكس الكل راماني معناها توكي جدد لي زاتليت طالعين جدد لي معناها ما نجمش اش باش نقول لك. فما حاجه كبيره، ايفينمون كبير برشا برشا. ديبوي لو سبور ان جينيرال اي فو بيان دير لا بوكس. الرياضه والملاكمه بصفه خاصه تجمعنا اليوم. الملاكمه تحظى بمتابعه كبرى في اوروبا، في فرنسا، ايطاليا وغيرها من البلدان. وعبر الملاكمة أو الرياضة التونسية هي التي تحتفي بنا، وخاصة الرياضة الفردية. L'amitié entre tous les journalistes est important, mais surtout moi qui ne suis pas de France Télévisions, qui est mon frère et directeur des ressources humaines à France Télévisions. Moi j'ai travaillé à France Télévisions un tout petit peu, mais je dois vous dire que il y a الصداقة بين كل الإعلاميين مهمة جدا. أخي هو إطار بالتلفزة الفرنسية، عملت أنا أيضا بالتلفزة الفرنسية. أجواء رائعة جدا وممتازة بين كل الحضور وكل المشاركين. أبي ولد هنا ووالدتي أيضا، كذلك شقيقي ما عدا أنا. Mon père est né à Sousse, ma mère elle est à Tunis, mon frère, mon petit frère qui était à France Télévisions est né à Tunis, et moi je suis né à Aulnay-sous-Bois, et voilà. Vive la Tunisie, aujourd'hui on l'aime encore plus. تحية تونس. بالنسبة لي شعور رائع، خاصة وأني أستمع اسم عمي يذكر الآن ويتم تكريمه ضمن نخبة المكرمين. تحية تونس. Ça prouve bien que le sport est une famille et vive la Tunisie. Pour finir, c'est au champ aujourd'hui. Ah oui, absolument. Aujourd'hui. اليوم وبالفعل هي الصداقة التي تجمعنا. تجمعنا نحن بكم أنتم. On va pouvoir y aller.
حفل القفاز الذهبي. شكرا لك زياد على ريبورتاج هذايا، كان ركزت مليح في ريبورتاج، هو رمزي برشا. يا ريت النوع هذا من التظاهرات يتكرر، هي تظاهره رياضيه لكن هي رياضيه اعلاميه سياسيه ثقافيه، يعني هذه تخدم بلادنا في شتى المجالات. ان شاء الله النوعيه هذه من التظاهرات ديما تتكرر. وشكر كبير كبير لاولادنا اللي عايشين برا في جميع المجالات، اللي قايمين بمجهود كبير باش ديما يوريو صوره تونس في احلى صوره، وصوره جميله وصوره حسنه، والناس ترجع ثقتها في تونس ويرجعوا يجيو لتونس في بلد الامن والاطمئنان. وان شاء الله يا ربي تونس ديما نقدموا بها المخير. من فن الرياضه الى فن الصناعات التقليديه، وكالعاده حاضره معنا مدام رجل عيادي. صباح النور رجاء، اهلا وسهلا، ديما متالقه وجميله رجاء. عايشك عايشك محليك، وديما لبستك تقليديه 100%. لابد نقول راهو لابد ان نلبسوا موضه منطلقه من الصناعات التقليديه. لبستنا تهبل محليها، سيختو كي تبدا موديرن وجديده محليها. تراثنا تنجم تعملها ميكس، راهو حاجه تقليديه هذه قطعة اصيله وتلبس معها حاجه كي سوا موديرن. تولي حلوة برشا. مرحبا بك رجاء. كيف كيف رحب بضيفتنا مادموازيل نرجس بن عمر، حرفية كيف كيف مسؤولة على الاتصال بجمعية المغامرون للتنمية بسليانة. مرحبا بك للا، مرحبا وتحية كل أعضاء الجمعية أي تبعوا فينا الآن من خلال الوطنية الأولى. نرجع معك رجاء، اليوم مش تحكينا زوز تظاهرات هامين إن شاء الله. احنا المساحة هذه نحاولوا باش نعرفوا فيها أكثر بالأنشطة بالمشاريع اللي يتم إنجازها في مجال الصناعة التقليدية. كما كان مؤخرا في الأسابيع الفارطة قدمنا مشروع يخص بالبلغة، وبلغة كمخزون وكطاقات وكمجالات لتنمية هذا المنتوج وهذه الحرفة. اليوم بالحمامات اهتمام بكل ما هو بشمار، اللي هو البشمار توسكي ذيك الطريزة اللي تابعة اللباس التقليدي نتاع الحمامات، معروفة به ومختصة به جهة الحمامات. المشروع هذا اسمه دماء أما من اليد اليد، لأنه فيه زوز حرفيات يخدموا مع بعضهم. المشروع هذا نجزته من انجاز جمعيه صيانه المدينه بمدينه الحمامات. نحب نشكر مدام ايمان الزين اللي هي مشرفه على اللواحد ومعاها مجموعه كامله، وبدعم من سفاره سويسرا كما المشروع نتاع البلغه اللي هو من جمعيه صيانه مدينه تونس، كان خاص بمدينه تونس. المشروع هذا فيه ثلاثه مراحل، فيه مرحله تكوين تثمين المنتوج و معناتها تحاول باش محافظة عليه، التكوين وتنمية منتوج البشمار اللي فيه اختصاصات خاصة ومميزة لجهة الحمامات، واللي قعدت في بوتقة صغيرة ويتوارثوا فيه ممكن من العائلة لعائلة. ارتكز المنتوج المشروع هذايا اللي هو خاص كما قلت بمدينة الحمامات. تشوفوا هذوما بعض العينات من خدمة البشمار اللي تقوم به حرفيات، قبل كانوا عددهم 10. يقول لك المشروع هذا ارتكز لتكوين 40 حرفيه شابه وفي مستويات متعدده، ثم شابه وغير شابه، باش يحاولوا باش يحافظوا عليه. في اخر المشروع باش يكون فيه جيد معناتها كتيب دليل خاص بالحرفه هذه، حرفه البشمار بالحمامات، باش يكون فيه دوكيومنتير ايضا، باش يكون فيه سيت ويب. اليوم بمدينة الحمامات وبصفة خاصة بدار جديدي، ثم سيروموني دو كورونمون تاع المشروع اللي انطلق ووفى في شهر ديسمبر، ولكن بداية من يوم الاثنين من 8 ل 13 شهر هذايا باش يتواصل على العرض هذايا للعموم اللي يحب يطلع أكثر ويعرف أكثر إمكانيات أنهم يتعلموا ويشوفوا المنتوج هذايا. نجم نشوف جمعية صيانة المدينة بالحمامات باش يشوفوا المشروع هذايا وكل المنتوجات اللي خرجت منه. غدوة في تونس بمدينة العلوم مش تكون في تظاهرة هامة جدا اللي هي ميديناقد. التظاهرة هذه مش تكون دورية، غدويكا هي الدورة الأولى، كنا نشوفوا في الفيزيوال نتاعها، هذه الفيزيوال نتاعها. عديد من الحرفيين والحرفيات والمبتكرين يشاركوا في هذه التظاهرة اللي مفتوحة للعموم في مدينة العلوم من الساعة 10 صباحا إلى السادسة بعد الزوال، اللي فيها ميكس زادة أيضا أونتخ لو باتريمون كولتوغيل أرتيستيك وكل ما هو كولينير مأكولات. دونك ثم كاتخ تيم، ثم لو بيجو، ثم لا ديكوراسيون دانتيغيو، ثم بيجو لباس تقليدي، ثم ديكوراسيون دانتيغيو، ثم الاكسسوار، وثم زاد الفود كل ما هو منتوجات خاصه
بالمأكولات نتاعنا. دونك دعوه الجميع باش يمشيو يشاركوا ويمشيو يزوروا نقول العموم ويشجعوا العارضين. وغدوه في مدينه العلوم مفتوح من الساعه 10 صباحا. وضيفتنا باش تكون حاضره هي من بين العارضين في الواحد، نعطيوها الكلمه باش يتقدم شويه المشروع نتاعها. نرجس مرحبا بك مره اخرى. كي نحكيو شويه على جمعيه المغامرون للتنميه، حلو الاسم. سيليانا قداش عمرها الجمعيه؟ شو اهدافها؟ شو عندكم ان شاء الله باش تخدموه؟ حكينا اكثر. هي جمعيه تاسست في 2014، عندها عامين يعني بريسك تويكا. نخدموا على الرياضات الجبليه والسياحه البديله بجبل السرج منطقه سيدي عامر وبجهة سليانة. اي جبال السرج اللي هو ثاني اعلى قمه في تونس. من لي زاكتيفيتي اللي نعملوهم الانشطه هذه الرياضات الجباليه وكل، تعرفنا عن نساء الحرفيات الموجودين غاديكا، حبينا قلنا علاش ما نعملوش مشروع نعرفوا بالمنتوجات نتاعهم والصناعات التقليديه. قدمنا المشروع لسفاره فنلندا اللي هي مولتنا وافقت على التمويل. وبريسك تويك عنا عام نخدموا مع نساء هذوما، نساء سيدي عامر في النسيج وحرفيات الفخار في سيدي عام في البرامة. هذوما بعض الصور نشوف فيهم هذوما الحرفيات نتاع سيدي عامر. قد ايه عددهم؟ تويك كانوا 6 7، تويك قام يتزايد بوليو عندنا تو 16 حرفيه نسيج و16 حرفيه فخار. وثم طلب حسب ما تقول لي نرجع، ثم طلب كبير، ولكن هو حسب طاقات الجمعيه والتمويل اللي عندهم ما ينجموش ان شاء الله يلقاو تمويلات اخرى انهم يواصلوا في النشاط ويستقبلوا اكثر حرفيات في المجال هذايا. هو التمويل يوفى في ماي السنه يعني ماي 2016. نحبوا ناسسوا كي شركه للنساء هذوما ولا مجمع باش تعاونهم بعديك في التسويق، يوريو منتوجات نتاعهم كل شيء. كل جمعيه يعني الحرفيات معناها السوا اللي قارين ومش قارين، معناها اللي عندهم بكري الحرفه واللي حتى يحبوا يتعلموا، معناها الابواب مفتوحه للناس الكل. اي عملنا لهم تكوين في التصميم وفي في الالوان، كيفاش يختاروا الالوان المتناسقه. حتى القدوم تنجموا تتعلموا منهم راهو نرجس. عندهم ضمع من عند ربي. معناها سبحان الله. عندهم حاجات حلوه برشا ويعملوا المزج ما بين الالوان. تطلع حاجه تطلع كيكه خلطه ما يعرفوش. هي الحرفيه في تاريخ الصناعه التقليديه، الحرفيه في النسيج كانت تعمل الابتكار نتاعها وحدها. توا خاطر تطورت الامور، ثم ينمود الموضة نتاع البيت، لابد من تناسق الالوان، ولكن فيما قبل تلقى الماكيت نتاعها تعملها وحدها وعندها تلقى انسجام في الالوان وفي الجرافيزم وفي الدنيا الكل. ودخل الموتيف لوشم في من بدنها تهز لوشم. صحيح. وكل جهه وشنو عندها معناها الاختصاص نتاعها. احنا حابين نزيدوا نطوروا في الصناعه هذيك ونعطيوها الفالوريزاسيون نتاعها. احكينا شويه على هذوما جبتهم قبل فما دي زارتيكل نتاع تاتيب. بالنسبه للفخاره المعجنه البرمه اللي هي تتميز بها منطقه البرامه، معروفه بها ديما قبل اللي يطيبوا فيها. اختصاص نتاعها التين، والتين قوي برشا يعني المختص بها. مازالوا يطيبوا فيهم تو هذوما. مازالوا يطيبوا فيهم. والعباد تويكا رجعت لهم خاطر بيو كل شيء صحي اكثر. وغالي الرجيم ومش خاصة. هو فيه الطابع المميز نتاع فخار برام انه فيه طابع ليوتيليتير معناتها استعمالي، معناتها سي با ديكوراتيف، فيه يزين، هو فيه طابع حلو ولكن يستعملوه هذا المفيد، وفيه معناتها اشياء مفيده كبيره. وتو كما قلت انت رجعوا له بصفه فين تو بصفه خاصه، فين نلقاو المنتوج نتاعكم؟ خاطر الناس كي يشوفوا المجموعات هذه الحلوه فما باج فيسبوك وشمه سميناه واشما على اسم لوشام نتاع المراه. واشما بالعربي بالفرنسي تلقاو في لي زارتيكل موجودين الكل اللي تشوفوا فيهم. والا موجودين احنا اليوم في المرسى عارضين نعرضوا في المنتوجات نتاعنا للبيع. وغدوه ان شاء الله في مدينه العلو. وان شاء الله بيانتو شو ما عندكم فما خطوط عريضه للجمعيه شو مش تقوموا؟ عندنا مشروع ثاني تويكا قاعدين ماشيين فيه، الممول من الاتحاد العالمي لصون الطبيعه داخله في السياحه البديله والايكولوجيه. اللي هو اسمه السياحه الايكولوجيه، عامل من عوامل التنميه الريفيه. في جبل السرج باش نعملوا مسلك سياحي
باش تكون فيه المسلك السياحي الايكولوجي هذايا، فيه المنتوجات تاع الصناعه التقليديه باش نحاولوا كيفاش نسوقوا لهم المنتوجات نتاعهم، يعني الزوار كي باش يجي يشوف سبور الرياضات ويجي يشوف. سامحني معلومه بربي سؤال، تو المواطنين بالخارج يتفرجوا فينا مثلا يشاهدوا هكا ديزارتيكل عندنا هوني ويحبوا على حاجه، كيفاش نجموا يتصلوا؟ فما امكانيه باش نبعثوا لهم معناها؟ هو ديجا كما قالت عندهم باج فيسبوك نتاعهم، ينجموا هما زاد حتى يتصلوا بهم بصفه مباشره. عندنا كود ديوان نجموا نخرجوا. هو يا ليت كما قلت انت حتى هما حتى اذا كان ثم امكانيه انه بارتنريا خاطر عديد الفضاءات البرة في البلدان المتصلين في المجال نتاعنا ينجموا يشيو المنتوج ويعرفوا به اكثر، ولا يدعموا مجموعه اذا كان توهم مش يوليو في مجموعه ويعرفوا به لما لا. ولكن زياده على ذلك نجموا حتى يشيو المنتوج كي هما يسون دو باساج واللي يجوا في الصيف خاطر هما يشاركوا حتى في فضاءات ولا في معارض في العاصمه، ينجموا بور لوكازيون يشجعوا الحرفيات هذوما، يشجعوا زياده نشاط الصناعات التقليديه ويعرفوا بريدوس برودوي تيبيك ومعمول بالصوف وفيه عديد معناتها المحاسن كما نقولوا احنا في ديزاتو ينجموا بالطريقه هذه. الديوان مركز شويه على العكس هذا معناها في التعامل معناها اخت الصيف والعباد اللي تجي من برا، فما عباد ما تنجمش تجيب العامين والثلاثه. صحيح. يشتهي ويراو حاجه هكا تونسيه محليه يقول لك يا ريتني معناها كانت توصلني، فماشي حتى على مدار سنه ولا مليله ولا اثنين في العام. هو توا حاليا مؤخرا ثم سنتر دو تابي مركز الابتكار لحل حل رواق جديد باش يحتضن ويعطي مجال وفرصه للحرفيه والحرفيات، وقلت الاخت باش تمشي تتصل بهم نجم يكون عندهم مجال انهم يعرضوا المنتوج نتاعهم، ولكن السنتر اذا هو بنفسه يمشي لبرا ويهز في اطار المشاركات نتاع الدول الوطنيه للصناعه التقليديه يهز المجموعات ينجم لدعم نشاط الجمعيه هذه وغيرها ودعم نشاط الحرفيين انه يوريهم ويخرجهم لبرا، ممكن يفتحوا لهم مجالات اخرى ويجيهم دي كوموند وهكاك التسويق يكون اسهل. شكرا لك رجاء نرجس، شكرا لك، يعطيك الصحه، تحيه لك وكل اعضاء الجمعيه، مرحبا بكم ديما من خلال برنامجنا. مازلنا مش نواصلوا مع الصناعات التقليديه بامضاء راجل عيادي بورتخي النقش على الخشب، تفضل. في لطفي بالحاجة علي اللي هو مختص في النجارة التقليدية والنقش على الخشب. سي لطفي، وكانت تقدم لنا نفسك كيفاش تعلمت الصنعة وتحكينا شوية على الحرفة هذه المميزة في الصناعات التقليدية النقش على الخشب. بديت صغير، فهمتي، صغير تاع حكاية 14-15 سنة، وثم مراحل. أنا تعلمت على حوانت، على المعلمين الكبار، تعلمت على ناس معلمين فيهم العرب، فيهم الطلين، فهمت الله. بالنسبة للاختصاص كيف ما قلت لك نقاش على الخشب، ولكن مع المدة ومع الخبرة ومع الواحد كل شيء عندي ورشة لبرا، فهمتي، نتعامل مع ناس اللي هم نجارة كاركسيستية، فهمت الله. وبالنسبة للمحل هذا معناها كيف ما نقوله نستعمل فيها النقيشة والباتيناج الدهينة الواحد كذا، مقسم نفسي فهمت الله، ونخدم حسب طلبية الكليون، خاطر أنا في الغالب الخدمة بتاعي سير كوموند. صحيح ثم توقتها معروضة شيء متاع الناس وشيء، فهمت الله، أنا زاد المحل باش ما يبداش فارغ وباش نظهروا خدمتنا واحد وشيء. أما في الغالب نحن خدمتنا في الأصل هي سير كوموند، معناها حسب الطلبية. كل خدمة شنو تطلب لوحة؟ الجالية متاعنا في الخارج اللي هما يحبوا كل ما هو عربي ويقول لك نحب نطلع قطعة مميزة تكون تونسية كي نحطها في داري فيها طبع التونسي، شنو اللي تقول لهم؟ ما عندناش حتى اشكال بالنسبه لمشكلتنا مع الجاليه التونسيه. يجي مسكين يحب في باله يلقى حاجه حاضره، نحن خدمتنا راهي دو فالور تتكلف، ونحن في الطالب كيف ما قلت لك حسب الطلبيه، هما مساكن يجيوا على اساس فهمتي في باله يلقى حاضر. لا معليه نجم يقدم الطلبيه، يقدم الطلبيه ويدلل ويلقى فهمتي الطابع التونسي، الطابع اللي يحب عليه باش يلقاه، حتى نغرموه نحن شنو مشكلتنا؟ ينجم يجيب لك موديل مثلا تصويره ولا حاجه اي موديل، ومن خلاف الموديلات اللي عنده هو انا نوريه مثلا توجيه في ستيل، مثلا يقول لي انا نحط قطعه كي هذه،
اي عندك انجزتها هذه. فهمني بالنسبه لهذه هذه تو كما تشوف فيها فهمت لا هاي موجوده هاي تفضل تشوفها فهمني ولا موجوده. ماذا بينا تعملوا مزيه ماذا بيا تعملوا مزيه كيفاش تجيبوا لنا وليدات كيف ما تعلمت انا عمري 14 سنه ما تجيبوليش عمره 20 22 سنه نساء جيبوا لي وين اذا كان تحب تجيبوا هذاك دعم وانت كدوله دعموا اعطيه وانا نعلمه بلاش انا من عندي ما عنديش مزيه شنو مستعد يا اخي انا كيفاش تعلم جبتها من عندي انا ما علمتني رجال ويرحم والديه خلي خلفه رحمه الوالدين لا طالب فلوس ولا واحد جيبهم لي المهم يتعلموا دعموا الدوله برك. الحريف شو تقول له في كلمتين؟ الحريف نقول له مرحبا بك اجوا زورونا في قريه الدندان قريه صناعيه الحرفيه بالدندان وما تخرج كان فرحان. مرحبا بكم مرة أخرى مرحبا بكل من تحق بنا الآن من أهل تونس. تونس ترحب بكل أولادها وكل ضيوفها وحاضر معنا اليوم ولد تونس جينا من نمسا ياسين المناعي. أهلا وسهلا مرحبا بك ياسين مرحبك. نورتنا ياسين. مهاجر بالنمسا ومستثمر في تونس exactly. قلت لي من الباك مشيت كملت قرايتك وقعدت غادي عملت مديده باهيه يظهر لي غادي مديده باهيه. شو الاختصاص نتاعك ياسين؟ عملت اول حاجه هندسه في الصوت والضوء وبعدين بدلت ميكرو هيدروليك دونك استديو هذه عندك تيمو. فكره عليه معناها وي بيان سيون ليسيان وكل شيء تاعك واحد كملت معناها كملت في التوسكي ماشينري انجينيرينغ اي الوغ بون نعملوا انوفاسيون دي ماشين توسكي صناعيه ماشين دي ماشين اندستريال وركزت سيرتو لي ديرني 12 ans برسك ركزنا في توسكي دي ماشين لي صنعوا الحديد ولي صنعوا باسكو انترناسيونالمون اي سون بيان ديموندي كل شيء. انا في معناها عملنا لي ماشينات هذوما عملنا دون 127 بيي ومن بعدين جاتني الفكره انا فراشمون ديت ثم عباد برشا عباد اقترحوا علينا باش نمشي مع السعوديه مثلا ولا قطر سنغافور وكذا مي واحد يحن على بيدو بيان سير سيرتو شفت تونس حاجه جديده معناها في تونس بور انوفي هالحوايج هذوما بور حتى الاقتصاد نتاعنا معناها حسب ما شفت انا نمشي ونجي ما لقيتش برشا قبل كي نمشي معناها جيت سيمين وكذا كذا. قبل ما نحكيو ياسين على البروجي الكبير اللي جبته لتونس واللي بديت فيه ديجا خلينا نمشيو نطلع مع وديع في ساقيته سيدي يوسف ثم نواصلوا كان تسمع فيا وديع كلمه ليك تفضل. مازال وديع بي نكمل معاك. اذا هذه المصافحه الاخيره من مدينه ساقيت اخيرا من مدينه ساقيت سيدي يوسف انطلاقا من هذا الحدث اللي هو حدث يبصم الفتره هذه من كل عام. سعيد باستضافه شاعرنا وصديقنا الاعلامي نور الدين الطيب. مرحبا نور الدين. مرحبا. ايضا سي كمال بن ابراهيم او شهير الشاب اللاعب الدولي السابق وعضو مجلس النواب. مرحبا سي كمال. اهلا مرحبا بكم. ايضا شاعرنا اللي ان شاء الله باش يفاجئنا بنص مرحبا بك. الله يبارك فيك عايشك. نبدا مع سيد النايب. مرحبا بك اولا فرصه هذه كون نذكروا جهه الكاف وجهه الساقيه الوضع التنموي في الجهه اللي هو السؤال الجوهري بالنسبه لمناطق تونس الكل. بالنسبه لولايه الكاف ككل ولاية معناها محرومة ولاية ما وقعش فيها تنمية جملة تكاد تكون معناها منعدمة. وبالنسبة لساقيت سيدي يوسف إذا كان معناها على مر التاريخ كان كل عام وقت يجوا يعملوا معناها الذكرى يعملوا حتى انجاز ظريف توا الساقيه راهي توا معناها ما معناها شكون يعرف عليها والساقيه راهي توا في نمو كبير ياسر الساقيه ما تحتاج لحد شيء ولكن كل ما يجوا للساقيه في كل ذكرى كذا تتنظف الدنيا تعمل كذا وما يجرى حتى شيء في الساقيه. مناسباتي يعني مناسباتي والحديث ويمشوا على ارواحهم توا لامس بركه فما ناس معناها معتصمين معناها يحبوا على حاجه في الساقيه معناها وخاصه
خاصة معناها وكان يعملوا لنا معناها المنطقة الحرة بيننا وبين معناها الاخوان الجزائريين اللي مستعدين واللي معناها السيد القنصل تفتح افاق كبيره ونبدو كان حبوا على خاطر تطوال شويه هي معناها كيفاش يعملوا معناها منطقه حره على الاقل يعملوا اسواق معناها ظريفه بين السائق منظمه معناها كذا معناها بين معناها الاخوان الجزائريين وبين كذا ومستعدين ومستعدين معناها حتى الاخوان الجزائريين والسيد معناها معتمد نتاع سوغراس نعم. تاع السائق معناها عملوا اتفاقيه وان شاء الله تتفعل و ضروري دوركم تو انت تحكيني لكن انتم راكم نواب في مجلس الشعب ضروري باش توصلوا الافكار هذه نوصلوا فيها وتعملت الاتفاقيه بين معناها الساقيه وسوق راس نعم. وقاعدين نجروا توا وقاعدين نفعلوا فيها مع سلطه الاشراف السيد الوالي اللي معناها نوجه له تحيه على الشيء معناها اللي قاعد يقوم به وعلى المشاريع المعطله اللي معناها قاعد يكمل فيها وقاعدين تو نستنوا معناها في الحصه نتاع الكاف اللي معناها من التشغيل ومن التنميه اللي معناها اعلن عليها السيد رئيس الحكومه ما ثنا القصور انا نتوجه بنداء للاب الروحي نتاع النادي الافريقي وللسيد سي حمادي ابو سبيع نعم. على تو على خاطر فما ناس معتصمين في معمل الصافيه هذوما 10 من الناس يحبوا يخدموا بركه من جمله الناس الكل في القصور والمعمل هذا معناها الثروات نتاع الكابل كلها معناها موجوده عندهم وكذا معناها ما فيها عيب معناها في الظرف هذا ما فيها باس في الظرف هذا معناها اذا كان نداء كرياضي وعضو مجلس نواب الشعب وكمواطن كافي نداء للسيد حمادي ابو سبيع يلبي لنا الطلب هذايا باش معناها العشره من الناس يخدموا على رواحهم وفما ثانا في معمل السميد في في في, في, في الدهماني كيف معناها فما برشا معامل معناها كذا تول سكر نعمل ياجور سكر في الكيف ما نعرفوش علاش فما برشا حاجات اللي معناها لازم نقوموا بها واحنا ساعين وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المستقبل معناها ابرك وان شاء الله معناها احنا وراء هالناس هذوما باش الكاف معناها نردوا فيها مشاريع والكاف نردوا فيها كذا وناخذوا حقنا كيما الناس واكثر من الناس لانه احنا فهمشنا ومعناها ما وصلت حقنا خلاص الرساله وصلت نمشي لسينور الدين طبعا البعد الفكري والادبي في احياء ذكرى سقيط يوسف حاضر بقوه اعطينا ناخذ فكره على طبيعه الندوه اللي منعقده الان اعتقد انه هذه بالنسبه لي مناسبه مهمه جدا وزياره لاول مره في حياتي ازور مدينه سقيط سيدي يوسف. هذه الندوه الفكريه التي تنتظم بالتعاون بين اتحادي كتاب البلدين بين تونس والجزائر وتحت اشراف ومبادره وتنظيم المندوبيه الجهويه للثقافه مشكوره على انها فكرت في تنظيم هذه الندوة التي نرجو أن تفتح الباب لتنظيم ندوات مماثلة في الشريط الحدودي بين التونسيين والأخوة الجزائريين. هذه المناطق لها بعد استراتيجي في التنمية وفي الأمن. نعرف أن بلدينا يواجهان خطر كبير اسمه الإرهاب بسبب الظروف الإقليمية والظروف الدولية. أعتقد أن أكبر سلاح يمكن أن نقاوم به هذه الآفة وأكبر سلاح يمكن أن ندفع به التنمية وتنمية العقول وتغيير الذهنية هي الثقافة. لذلك أنا أثمن هذه المبادرة وأرجو ألا تكون مجرد مناسبة تنتهي وتموت بانتهاء اليوم بل أن تتواصل مثل هذه الندوات على مدى السنة بين تونس والجزائر في هذه المناطق الحدودية. نعم. قدم لي صديقنا الشاعر يعني كنت اقترحته نور الدين الأخير. طبعا الشاعر أيوب بن مسعود وهو من أهم الشعراء الآن مجدد في قصة نصوص المنسية نتاعو كتب من مساهمين في نص المنسية التي عرضت في قرطاج في صيف 2014 وحاز على عديد الجوائز وله مشاركات في تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وهو اعتبره شخصيا من اهم الاصوات الشعريه اليوم في مستوى تجديد الجمله الشعريه وفي مستوى الاشتغال على الشعر الشعبي. نعم. مرحبا بك اولا. اهلا وسهلا ومرحبا. يبدو نصوصك تعكس طبيعه هالتمازج بين الشعبين الجزائري والتونسي على اعتبار كونك يعني تعيش ايضا في منطقه حدوديه. والله بالنسبة للنصوص هي فرض بالنسبة للنصوص هي فرض أمر واقع وبالنسبة للتعايش مع الجزائر هو بالنسبة للمناطق الحدودية الجنوبية في الجنوب الغربي
شعراء الجزائريين يقولوا قصايدهم في دوز، ولا شعراء المرازيق يمشوا للجزائر يقولوا بكلاسيكياتهم وبتجديدهم وكل شيء، فكلهم اذان صاغيه لان نفس الطبيعه ونفس المناخ ونفس الثقافه ونفس المنتوج الشعري، معناها ما ثماش اختلاف. اما بالنسبه للطرح الشعري اللي نقول فيه هني هو الـ 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 هو الانطباع نتاع الاخر يقول مجدد او غير مجدد، وانا انسان نقول في شعر كما تاتيني ذاكرتي او فكري او ثقافتي، هكا هو معناها. ناخذ نموذج سيدي. نعطيك نموذج، هذه قصيده قلتها قبل ما نفيق ان ثم حلمه، قصيده قلتها قبل ما نفيق ان ثم حلمه في تونس، ما زلت نحلم وقتها. نقول اخيرا سمعتيني اني صوتك، سمعتيني اني مرايه غلاك الغاب، عرفتيني اني ريفك، اني حرقه شمس صيفك، اني شارع مدينه عاش يحضن بالغلاطيفك، واني شمالك واني الساحل واني صرخة غضب راحل، سكن الصحراء وترابك تلامع كنز في عيني، عرفتيني واني ربوعك واني قطرة عرق فلاح، فاني عمرة في طوعك، اني صحراك والمنفى مدى ينصمت بضلوعك، اني دموعك اني لحظة فرح عاشت تمني النفس برجوعك، عرفتيني. شكرا لك، شكرا لك لتعتنا بهالنص الشعري. نرفع أذن صلاة الظهر ثم نواصل، تفضلوا. تقبل الله وصلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة مرة أخرى مع ضيفنا سي ياسين المناعي اللي جانا ببروجي كبير. ياسين، جيتنا ببروجي جسور، باش تعمل جسور بالحديد، ولا احكينا شوية على البروجي هذايا، كيفاش وين باش تعملوا؟ قلتي ديجا بديتي. ديجا بدينا نخدموا ان شاء الله، ماشيين في كرب كرواسون ان شاء الله. بالنسبة للمشاكل تعديناها اللي هي سيرتو لا فورماسيون دي بيرسونيل، باسكو البودروي لي ماشين هذو مش موجودين في تونس، معناها ريسك حتى في افريقيا معناها سون تري غار. وتوا الحمد لله نجم نقول بدينا في كرب كرواسونت. اون دي بتي بروبليم معناها سيرتو في الكاليتي، باسكو احنا نخدموا هود جام اللي هي تو مطلوبه في الانجينير الجديد في تونس. Et voilà, il a fait 550 qui m'a cadé cadé. Bon, ce sont des détails, peut-être ma. ياسين البروجي هو تو في مخك وانت بديتني من الاخر، خلينا نبداو من الاول بالكل. جيتوا لتونس عملتوا دراسه، شفتوا الجسور نتاعنا ما شاء الله فيها اللي لاباس فيها اللي خايخ، قررتوا باش تبدلوا معناها شويه، معناها احكي لنا كيفاش تمت الدراسه باش قررتوا باش تعملوا البروجي هذايا وعلاش بديتوا في مكان معين؟ صديري ان بو باش وصلنا نعمل البروجي هذايا. اي ديما قعدت ماشي جاي وكذا ونشوفوا في اللي سيرتو في النورم التونيزيان. اي بون النورم التونيزيان سا ديفير با برشا على النورم الاوروبيان. و مي لا ديرنيير نورم اللي هي توا مثلا قاعدين بداوا يخدموا بها في باغ اكزومبل في لوتوروت جابس سفيرس. اي انا جات ايدي وقتها 2013 اون اتي على باوما. لا باوما سي لا بلي غروند فوار انترناسيونال اندستريال في منشن. سي تشاك تروازون. ونتذكر وقتها جينا انا سيرتان انجينيور من تونس من سوسيتي وكذا كذا، وصلنا على دي فورم سبيسيال كومون اون بي لي فيغ. اللي هما باللي ماشين انا بارمي لي انجينيور اللي صنعنا لي ماشين هذوما، انا كاتر انجينيور في الشركه بتاعنا برا. ونا سي ماشين لا يل برودويز تو تيب دو برودوي دي متر 6 دي متر 42. معناها ان ديزيام دو مليمتر. اي معناها خاطر يدعمنا ما يجيش يعمل بيان سور. اي واحد. اي اي لا رابيديتي ليفيكاسيتي دو برودوي. اي سيرتو 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 احنا نركزوا عليه هو الشوت. باسكو الواحد كيبدا يخدم حتى سبحان الله حتى كيبدا يخدم في فيلا مثلا. اي شيخ عنده 25% شوت. اللي هو كي احنا الشيت هذيك ما عندناش وعندك اليوم ما عندوش، الوغ هو عنده 25% ربح. الدوزيام بروبليم اللي هو بوركوا ان بو با امبورتي من ديامتر 8 حتى ديامتر 12 سي با، يمكن انا مرة بين قبل حتى وزير الصناعه وزير التجاره كل شيء نحب نطرح الموضوع على الواحد. هال 25% هذه كي تمشي باش تمشي في راي من بعد. انا سي خساره للدوله. اي خاطر احنا باش نتصور بالحديد اون ديفيز قاعدين نخرجوا في الديفيز. وي
زاد هو بروجي يجي بروجي. احنا هنا اوكين يوزين اللي تصنع لامينياشو في تونس فماش اللي هو ساكوت جو كرو ديك فيرلي 40 مليون دورو واحنا عندنا الحجر عندنا الماتير بريمير علاش نقعد نستورد من برا وخارج ديفيز وكذا وكذا واستورد الشركات الصغيره نخدم معاهم في روسيا معناها وفي كذا يدخلوا تونس بليس كو 20 ميل تون بار موان. رسالتك اليوم ان شاء الله تكون وصلت خاطر كما قلت انت اذا باش تقف على المعطى هذايا الهام معناها توت ان بروجي معناها باش يقف هكا ولا احنا ولينا دوتر بروجي زيد فوالا سي ماشين لا اللي اكزيست بريسك 16 ماشين في تونس اي الترافاي دين ماتيير معناها لي بوبين اللي هم مش موجودين في تونس على كامل شيء قد يخدم بار ما نجحناش واحد اون في انوفي ونحب نوصل حتى رساله نعرف صحابي زيد عندهم النو هاو في السيستم مش كان في دومين انا هذا احنا كي نتلمدوا بعضنا ونعملوا يد برك هذا كيجي بيدي هذا كيجي بيدي هذا كيجي بيدي اي فوالا سي كوم سا كون بو ريسير ان شاء الله رسالتك تكون وصلت يوم ياسين ان شاء الله يكونوا اكيد انهم سمعوا رسالتك ومرحبا بك سيدي نورتنا ومرحبا بكل الشباب اللي كيفك معناها في كل انحاء العالم يرجعوا لتونس يستثمروا في تونس يعطيك الصحه على المبادره الحلوه شكرا لك ياسين نرجع مره اخرى معك وديع كان حاضر شكرا لك ألبا إذا نوصلوا إلى المصافحة الأخيرة انطلاقا من مدينة سقيط سيدي يوسف معنا سي صلاح الدين الحامدي رئيس اتحاد كتاب التونسيين من الفاعلين في هذا النشاط مرحبا سي صلاح شكرا بارك الله فيكم على الاستضافة إذا مهم انعقاد مثل هذه الملتقيات اللي تقرب الشعبين الجزائري والتونسي خاصة في المناطق الحدودية اللي حتى النصوص الإبداعية هي نصوص مشتركة الأخير بالفعل يعني تواجدنا في هذه التظاهرة الثقافية لإحياء ذكرى 8 فيفري هي فاتحة في سلسلة نشاطات بيننا وبين اتحاد كتاب الجزائريين لتنشيط المناطق الحدودية ثقافيا ابتدأنا بالكاف بولاية الكاف بمدينة سقيط سيدي يوسف في هذا التاريخ بالذات لرمزيته العالية وتظاهرة ستمس كل الولايات الحدودية في لاحق الأيام بالشراكة بين الاتحادين المشاركة تتضمن معرض لمئات الكتب الأدبية والمجلات الثقافية مجاني ويترك في المكان ذاته في الساقية نعمل أبناء الساقية مشترك بين الاتحادين كذلك ندوة فكرية وقعت فيها مداخلات حول التنمية الثقافية في الجهات وتثمين يعني الدور التاريخي الذي لعبه سكان المناطق الحدودية بين القطرين في توطيد جسور التواصل والتوادد ثم الآن هناك أمسية شعرية يشارك فيها شعراء من تونس ومن الجزائر شكرا لك سي صلاح على المصافحة السريعة نحب ناخذ صوت احنا من المساق تفضل بحذايا مواطنين يحبوا يوصلوا أصواتهم والتلفزيون الوطنية هي متاع الناس كل عندك ألف حق احنا في الساقة لتبليغ صوتكم شحاب يقول بالنسبة لنا نحن كمواطنين سقيط سيدي يوسف نطلب من المسؤولين إذا كان مش يجوا لسقيط سيدي يوسف للاحتفال ب 8 فيفري يجيبون مشاريع لأن عينا ياسر من الكلام وعينا من أنهم يجوا للذكرى والوعود ويترحموا على الشهداء الشهداء متاعنا نجموا نترحموا عليهم وحدنا أما نحبوا مشاريع نحبوا إنجازات تعكس المكان نتاع سقيط سيدي يوسف لأنها سقيط سيدي يوسف رغم اللي قدمت شهداء في سبيل تحرير الجزائر وفي استقلال تونس ما خديناش حتى شيء واضح وصل صوتك يضري مرحبا بك الختام باش يكون بالموسيقى التراثيه اعطينا فكره على المجموعه نتاعك بالنسبه للمجموعه تتكون من 12 عنصر اليوم بحكم اليوم السبت اللي هي ضربه سقيط سيدي يوسف يوم السبت ذكرى عزيزه علينا برشا وبالمناسبه هذه برشا الفرق غاضبين ما يحبوش يخدموا معنا الاساس قال لك اخويا ونشكر ثانيا لكان الدكتوره سوني مبارك ترجع علينا اللجان الثقافيه بحكم راها من الثقافة ما تعرف الثقافة راهي ماهيش ثقافة بالاستمرار بالنسبة للفرقة الشاب محمد صالح خويا توفيق وخويا زياد وخويا الشاب بكم هاي نسمعكم نختموا بكم وشكر خاص لكل أهالي الساقية للمندوبية الجهوية للثقافة على تأمين هذا النقل المباشر أيضا تحية للأمن اللي حارس الوطن والحدود اللي كان وراء نجاح هذا الربط المباشر تفضل كفر على اليوم
تلقى نصبا لا تلقى نصبا اهله كرام ورثو خناص بامه انا حالي ضراوي الطين وجايه شكرا لك وديع، شكرا لكل اهالي سقيفة سيدي يوسف مرة أخرى. إذا باش نواصلوا مع الإصدارات، واليوم حاضر معنا كل من الأستاذ بشير سعيد وإصدار رهانات التعددية النقابية في ظل التحولات الدولية. صباح النور، مرحبا بك أستاذي. مرحبا، نورتنا. كيف معنا الأستاذ توفيق العلوي ورواية تعويذة العيفة. مرحبا بك أستاذ، نورتنا. مرحبا. شكرا. تعويذة العيفة هي حلو العنوان ديجا يجبد قبل ما ندخلوا للتفاصيل. خلينا نبدا معاك استاذ بشير، خبير في الشؤون الاقتصاديه والسياسيه والنقابيه، صاحب كتاب رهانات التعدديه النقابيه في ظل التحول الدولي، الامين العام لمنظمه المؤسسات العربيه للاستثمار والتعاون الدولي. نعم. سي بشير، انت وين من هذا الكل؟ شكرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، على الله توكل وبضع والدي استعين. شكرا لك. مرحبا بك. ولي زملائك، حب نقول أن تنزيل الخطاب للواقع هو مشغل فكري للإنسان. نحن عندما نتحدث عن التعددية النقبية، كل إنسان يعتقد أن المسألة هي مسألة التعددية النقبية للشغيلة، لكن هذا الكتاب يطرح مسألة الاقتصاد الاجتماعي المتوازن وكيف نبني لهذا الاقتصاد. في رأيي هو أن يكون هناك تعادل وهناك موازنة بين مصالح رجال الأعمال والشغيلة بالفكر والسعد، من أجل بناء اجتماعي سليم ومن أجل التعريف بالمنجز التونسي في كل قطاع حيوي. وهذا أعتقد يأسس لما أسميه أنا الدبلوماسية النقابية التي بدأت اليوم تعرف مظاهر عديدة ومتعددة. في هذا المجال لابد أن نقول بأن المنجز التونسي يقتضي آليات منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي تندرج ضمن تنزيل كتاب رهانات التعددية النقبية في التحول الدولي إلى منجز، حتى تكون منفتحة، لأن الاستثمار بطبيعة الحال منظمة غير حكومية، أو المنظمة تظهر في الحقيقة غير حكومية ولا صدى عربي، ونحن نفتح أبواب هذه المنظمة لكل من يريد. بالرجوع للكتاب، لا يمكن أن ننجز أي شيء إلا إذا كان هناك مضمون فكري. الاقتصاد الاجتماعي المتوازن لا يمكن أن نؤسس فيه إلا إذا أسسنا إلى ثقافة عمالية تعطي الخصوصية للمبادرة وتعطي الخصوصية للشغيلة. هذا التوازن بيناتهم يمكن أن نعتبر أنه رهان من الرهانات، وهذا لن يمس الهياكل حتى تبقى كل الهياكل سواء كان الأعراف أو المنظمات الشغيلة شامخة شموخة تونس في العالم العربي. توازن هذايا قداش مستحقين له في تونس المدة هذه يا استاذ بشير، وقداش مستحقين كيما سيادتك يكونوا خبراء معناها في الشؤون الاقتصادية والسياسية والنقابية؟ يا ريت معناها يكونوا موجودين برشا كيف سيادتك استاذ بشير. نمشي معاك استاذ توفيق العلوي وتعويذة العيفة. سيادتك استاذ باللغة بالجامعة التونسية أكثر من 20 سنة، من الانزياح من اللغة إلى الرواية كناخذوا فكرة شوية كيف العنوان عنده برشا دلالات. في الحال العنوان هو منطلق الرواية ومدخلها، والعنوان هو آخر ما وضعت لأن فيه بعد سوسيولوجي ونفسي، فالعيفة هو اسم علم، ومن عادات بعض العائلات في الأرياف التونسية أن يسموا أبنائهم باسم العيفة والهامل والمتروك والمنسي حتى تعافهم الموت وتنساهم، لأن هذه العائلات يموت صغارها في سن مبكرة، فهي إذن الاسم نفسه تعويذة. على أن التعويذة العيفة هي تعويذة مثقف، لأنه دخل في صراع مع السلطة وتعويذته هي الثقافة،
ممثلة هنا في الرواية، فهو شخصية روائية يحمي نفسه من السلطة بالتعويض. شفنا أحداث الرواية تبدأ من قبل الثورة، هي رمزية برشا حتى وصلت معناها للأحداث اللي صارت في الثورة. كنا نحكيوا على نوعية القضايا الأساسية المطروحة في الرواية هذه، نلقوا برشا قضايا مطروحة. نعم، القضية الأساسية هي قضية الهوية لشاب عاش في الثمانينات والتسعينات إلى حدود الثورة نهاية الرواية. فهو إذن مثقف يعاني من مشكلة الهوية انطلاق من الاسم، فالاسم في الحقيقة هو رمز لإشكال الهوية. ثم هو عاش صراعات نفسية وصراعات سياسية. إذن هو تعبير عن جيل لمثقف مستقل سياسيا، ولكن السلطة تجبره على أن يكون عدوا لها دون أن يشعر. فهذه قضايا أساسية في الرواية والخيط الرابط بين جميع الأحداث. فما فنيات اعتمدت فنيات روائية مختلفة، كيفاش وظفتها؟ نعم، بطبيعة الحال أنا كتبت كما أنا دائما أقول، هذه الفنيات فيها يعني مستندة إلى ذكريات حتى أبين تكوين هذه الشخصية، مستندة إلى خط زمني متقطع، ومستندة إلى ضرب من الدوران كما القصيدة الدائرية، بحيث القصيدة الرواية تبدأ بالسجن وتنتهي بالسجن. ما كتبه العيفة في روايته قد حصل له في يعني عندما سجن قبيل الثورة مع الأحداث المنجمية. استعملت أستاذي اللغة الدارجة في الرواية خصوصا في الحوار. نعم، الحوار هو ما أتعبني في هذه الرواية، لأني أليت على نفسي أن أستعمل الفصحى السهلة المقروءة، ولكن كل الحوار هو باللغة الفصحى، ولكن يمكن أن تقرأه بالدارجة. ولذلك لم أشكله قصدا، لأنك إذا شكلته بالفصحى ستقرأ بالفصحى، وإذا شكلته بالدارجة إذن هي لغة فصحى، ولكن لك أن تقرأها بالدارجة. أكيد. شكرا لك أستاذي، هذه فكرة على رواية تعويذة العيفة موجودة، يريد تأخذوها خطرة حلوة ياسر وفيها برشا قضايا مطروحة. هذه هي تعويذة العيفة، كذلك كتاب الأستاذ بشير سعيدي رهانات التعددية النقابية في ظل التحول.